بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة مع النهاردة. إحنا بنكمل الموديول اللي إحنا شغالين فيه اللي هو الماسكولوسكيليتال موديول. النهاردة موعدنا مع المحاضرة رقم 7، وطبعا بنكمل في اللور ليم. المحاضرة النهاردة محاضرة دسمة برضو، هتكون بعنوان مهم جدا. هناخد فيها الليج، وهناخد أول جزء في الليج اللي هو الأنتير كومبارتمنت أوف ذا ليج، وهناخد معاه الدورسم أوف ذا فوت. يعني هنتكلم النهاردة عن الليج وأول جزء في الليج. طبعا هنتكلم الأول على التقسيمة، إزاي بنقسم الليج إلى كومبارتمنتس، وبعد كده هنتكلم فيها على أول كومبارتمنت النهاردة اللي هو الأنتير كومبارتمنت، وبكرة إن شاء الله هنتكلم على اللاترال كومبارتمنت. وهناخد مع الانتير كومبارتمنت هناخد معانا الدورسم اوف ذا فوت. وطبعا برضو زي ما تعودنا نشوف ايه هي الجنرال اوتلاينز اللي هنتكلم عليها النهارده. الجنرال اوتلاينز اللي هنتكلم عليها، هنتكلم على الانتير كومبارتمنت زي ما قلت، هنتكلم فيها على الكوتينس انيرفيشن، هنتكلم على الماسلز اللي موجوده في هذا الكومبارتمنت زي كيفالس انتير اكسنسور هالس لونجاس اكسنسور دوشورام لونجاس والبرينستيرشوس. هنتكلم على الانتير تيبل نيرف اند ارتري، وبعد كده هنتكلم على الدورسم اوف ذا فوت، هناخد برضو الكوتينس انيرفيشن، وهنتكلم على الماسل الوحيده اللي موجوده للاكسنسور ديجيتورم بريفز، وبعد كده هنتكلم على الارتري مهم دورساليس بيتس ارتري، وفي الاخر بقى هنتكلم على واتس كولد ريتينيكولا اوف ذا ليج او بنسميها كرور ريتينيكولا، هنتكلم فيها على الاكسنسور ريتينيكولا، وهنتكلم على البرونير ريتينيكولا، هنتكلم على الفليكسور ريتينيكولا، ولكن ان جنرال. ولكن تركيزنا النهارده عشان احنا بنتكلم على الانتيريور كومبارتمنت، فهنتكلم على اول واحده فيهم اللي هي الاكسنسور سوبير اند انفيرو اكسنسور ريتينيكولا. ندخل بقى على التفاصيل. اول حاجه قبل ما ابدا الليج، برضو زي ما خدنا الثاي وعرفنا تصور للثاي وعرفنا الدنيا ماشيه ازاي، يبقى اول حاجه قبل ما اتكلم على الفاشل كومبارتمنتس اوف ذا ليج، انا عايز اخد تصور كامل للليج شكلها عامل ازاي. طيب خلينا اول حاجه نبص كده على سيكشن موجود في الليج. هي الليج عباره عن فيها تو بونز زي ما احنا عارفين، العظمه الكبيره دي اللي هي التيبيا، والعظمه الصغيره دي هي الفيبيولا، ودي فاشيا بتلف حوالين الليج من بره بنسميها انفستنج دي فاشيا. هذه الديب فاشيا بتنفست الليج وبتبقى كونتينوس مع الديب فاشيا اوف ذا ثاي فوق، انما تحت بتنزل تحت على بتنزل تحت التيبيا الكوندايل، وبتمسك مع الانتيرو ميديال بوردر اوف ذا تيبيا، وبتبقى فيوزد مع البري اوستيوم اوف ذا تيبيا. الديب انفستنج لاير هوريها لكم دلوقتي برضه لايف عشان ما تنسوهاش. بيدخل بيخرج منها او بيبقى فيه تو سبتا مهمين جدا عندنا. في عندي السبتم اللي قدام ده اللي بشاور عليه ده، ده اسمه انتيرو انترماسكولار سيبتم او كرورر انترماسكولار سيبتم. طبعا كلمه كرورر يعني رج لج، يعني عشان ما تلخبطوش لما اقول كرورر معناها ايه لج. انتيرو انترماسكولار سيبتم اهو واضح قدامنا اهو ماسك في الفيبيولا، وبرده في عندي انذر سيبتم هنا اسمه بوستيرو انترماسكولار سيبتم برده ماسك في الفيبيولا، الاثنين ماسكين في الفيبيولا. وبالاضافه ان التيبيا مع الفيبيولا هنا في بينهم برده في سيكنج من دي فاشيا او فيبرس تيشو سترونج، هنا واضح اهو عباره عن ميمبرين بسميه انتر اوسياس ميمبرين، اسمه انتر اوسياس ميمبرين. يبقى الانتر ماسكولار سيبتا اللي بتكلم عليها دي بالاضافه هنا، ادي اثنين انتر ماسكولار سيبتا بالاضافه الانتر اوسياس ميمبرين، ده هو ده اللي هيقسم لي الليج الى كومبارتمنتس. فما بين الانتير انتر ماسكولار سيبتا وما بين البوستير انتر ماسكولار سيبتا هلاقي في كومبارتمنت اللي قدامنا ده، هيبقى ده اسمه لاترال كومبارتمنت، وده هيبقى موجود في برونيس لونجاس اند بريفز ماسل، وهلاقي فيه كمان السوبرفيشال برونيال نيرف اوكي اللي هو برانش طبعا من الكومن برونيال نيرف. وبعد كده في عندي ما بين التيبيا وما بين الانتيرور انترماسكولار سيبتم في هذا المكان، هلاقي في عندي المكان اللي بشاور عليه ده، ده اللي هو الانتيرور كومبارتمنت، وده هيحتوي على اللي هو ده موضوع درس النهارده ان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل، اللي هو هيحتوي على المجموعه بتاعتنا النهارده اللي هي الاربعه ماسلز اللي اتكلمت عليهم بالاضافه الى الديبرونيال نيرف والانتيرور تيبيال ار. طبعا الديبرونيال نيرف اللي هو الانتيرور تيبيال نيرف يعني. وبعد كده بلاقي ورا بقى في عندي مجموعه كبيره اللي هي اكبر مساحه للبوستيرور كومبارتمنت عندنا، لا يحتوي على ماسلز، هيحتوي على في سبته برده موجوده اهي اللي ماشيه بالعرض دي بنسميها
ترانزفيرس سيبتم، في واحد اهو سوبرفيشال هيفصل ما بين مجموعه عضلات هنا، العضله هنا اسمها السولياس، وهنا في عندي حاجه اسمها الجاستروكنيميوس، وبعد كده في دي جروب اللي موجودين جوه، يبقى في عندي هنا واحد سوبرفيشال وفي عندي كمان دي ترانزفيرس سيبتم. دي ان جنرال كده، تعالوا نشوفها لو الماسلز موجوده الدنيا هتبقى شكلها عامل ازاي. المنظر هيبان كده زي ما احنا شايفين اهو، ادي السبته اللي انا اتكلمت عليها، وادي الفيبيولا وادي التيبيا، يبقى المجموعه اللي قدام دي هي دي الانتيرو انترماسكولار سيبتم، بيحتوي على التيبالز انتيرو اكسنسور هاليسز لونجاس والاكسنسور ديجيتورم لونجاس والبرينيس تيرشس ماسل، وهنا هيبقى البرونياي ماسل او الفيبيولاريز، احنا بنقول عليها برونيس لونجاس او فيبيولاريز لونجاس، الاثنين صح، بقول عليها برونيس لونجاس وبرونيس بريفس او فيبيولاريز لونجاس وفيبيولاريز بريفس، دول ماسل تو ماسلز موجودين هنا. بعد كده مجموعه الماسلز اللي انا اتكلمت عليها من شويه، الطبقه السوبرفيشال هنا بيبقى فيه عندي الجاسترو كينيميوس ماسل اللي هي تو هيدز، ادي الميديال هيد واللاترال هيد والسوليالس ماسل فوقيها اهي، وبعد كده في الديب جروب اللي قدامنا دول هيبقى هاخد فيهم التيبيالس بوستيرور، وهاخد الفليكس ديجيتورم لونجاس الفليكس هاليسوس لونجاس، دول هناخدهم طبعا مع البوستير كومبارتمنت. النهارده بقى هنبقى ديلينج مع المجموعه اللي قدام دي اللي انا بشاور عليها دي، ده هي الانتيرور كومبارتمنت اهي اللي موجوده في قدام هنا، اللي في الجنب دي اللي هي هنا اهي باينه اللاترال كومبارتمنت، دي هيكون موضوع محاضره بكره، والاسبوع الجاي بقى هناخد فيه المحاضره اللي بعديها هناخد فيها ان شاء الله البوستير كومبارتمنت اوف ذا ليج. ده كده تصور سريع عن الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. طيب خلينا نشوف الفشه اللي انا اتكلمت عليها من شويه دي، عايز اخليكم تتخيلوها لان طبعا تخيلها صعب شويه، طب ما تيجي ايه نتخيل الفشه دي الانفستنج فشه دي ماشيه ازاي. لاحظوا ادي الانفستنج دي فشه اهي بتلف حوالين الليج كانها لفاه حوالين الماسلز وحوالين ايفريثينج في الليج. طبعا ادي زي ما احنا شايفين هي مغطيه، ادي ده التيبيا احنا شايفين التيبيا هي مغطيه التيبيا في المكان ده ماسكه فيه، ماسكه في البوردرز التيبيا من هنا ومن هنا، وبعد كده مغطيه الماسلز اوكي، وبتغطي برده الفيبيولا بس ان دايركت عن طريق السبته اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليهم التو سبته. لو لاحظت لو انا شلت الدنيا كده وبصيت تحت هنا هلاقيها لفه كمان حوالين ده التندوكالكينيز او الكالكينيز تندو بتلفه كانها بتثبته، شايفين لفه حوالين التندوكالكينيز ازاي، وبعد كده بتبقى فيوزد هنا مع حاجه اسمها فليكسور ريتينيكولوم، وبعد كده بتبقى فيوزد هنا كمان مع البرونير ريتينيكولوم هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله، ومن قدام هتبقى الاكسنسور ريتينيكولوم هنتكلم عليها ليتر اون ان شاء الله. برضو لو بصينا هنا هنلاقي برضو الدي فش عندنا هنا واخده شكل معين، تعالوا نشوف هنا هتبقى باينه عامله ازاي. لو احنا حبينا نشوف الترانزفيرس سيبتا اللي انا اتكلمت عليها من شويه، هنقطع السوليس ماسل مع الجاستروكنيميس كده، هنلاقي في عندي ادي هنا بصوا المنظر ده دي جروب اهي، وادي السوليس مقطوعه، ادي الانفستنج فاشيه اهي من بره، دي الانفستنج فاشيه، ومن جوه هنا المنطقه اللي احنا شايفينها دي هي دي اللي بنشاور عليها اللي هي الترانزفيرس انترماسكولار سيبتم، ماسكه في البونز من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يعني لو بصينا عليها على البونز هنلاقيها ماسكه في التيبيا من هنا اهي، واخده بالطول ده كله، والناحيه الثانيه واخده طول الايه الفيبيولا بهذا المكان، ودي طبعا زي ما احنا شايفين بتفصل الايه الديب جروب من السوبرفيشال جروب. ولو حبينا واضحه كده ادي الديب جروب اهي وهي مغطيها، لو عايزين نشوفها احسن نشيل المصل دي كلها، لو شيلنا السوليس خالص هنلاقيها من تحت هنا، هنلاقيها من تحت هنا ابتدت تبقى مور ثيك، يعني شايفين هي ابتدت هنا واضحه اهي، وهنا تبقى مور ثيك تمام، وهتبقى فيوزد مع الايه الريتينوكيولا اللي موجوده في هذا المكان. طيب بيتوقع لينا ان احنا بقى نشوف السبتم الانتيرو بوسيل انترمسكولار سبتم لايف برضو عشان انا ما انساهاش واتخيلها وتبقى الدنيا واضحه بالنسبه لي. ادي السبته اهي هنتكلم عليها، شايفين ادي اول واحد اهو قدامنا، ادي الانتيرو انترمسكولار سيبتم وده البوستيرور، يبقى ده اول واحد اهو البوستيرور، ده البوستيرور اللي ورا ده اللي هو ده البوستيرور انترمسكولار سيبتم وده الانتيرو انترمسكولار سيبتم، واتفقنا ان هو الاثنين ماسكين في الفيبولا وهيبقى بينهم هنا مين اللاترال كومبارتمنت، وهنا هيبقى قدام عندي الانتيرو كومبارتمنت بتاعنا، شايفين السبته ماسكه في الفيبولا، واحد ماسكه في الفيبولا من الناحيه دي والتاني ماسك في الفيبولا من الناحيه دي، يبقى تو سيبتي التو سيبتا اسف ماسكين الاثنين في الفيبولا، واضح جدا اهو ادي، وطبعا حبيت اوضحه لكم عشان تتخيلوا شكل بس الايه السبتم ماشي ازاي. طبعا دي هيبقى هنا الانتيرو جروب
اللي قدامنا دي نهايه تيبياليس انتيرو مع مجموعتها اللي هنتكلم عليها حالا. وهنا يبقى في الايه اللاترال جروب او البرونيال جروب. او وطبعا زي ما شايفين هيبقى السيبتم الصوره اللي احنا شفناها في الاول خالص كان ترانزفيرس سكشن، كان يبين لكم ان ما بين الانتيرو والسيرو سيبتم كان في اللاترال جروب اللي انا قلت عليها اللي فيها البرونياس لونجس اند برونياس بريفيس ماسل زي ما احنا شايفين اهو. يبقى ادي الانتيرو انترماسكولار سيبتم وادي البوستيرو انترماسكولار سيبتم. اي هوب ذات ان كان الدنيا كده ايه وضحت. ودي كانت مقدمه سريعه بس كده عن الفاشيا، وكان الغرض منها ان احنا نتخيل الدنيا ماشيه ازاي. هيفضل عندنا بس نتكلم كلمه بسيطه على الانتروسس ممبرين اللي هو ماسك ما بين العظمتين. الانتروسس ممبرين اما اجي اتكلم عليه هو عباره عن ايه؟ عباره عن ثين ولكنه سترونج ممبرين كونكتنج الانتروسس بوردرز اوف ذا تيبيا اند فيبولا. يعني ادي التيبيا وادي الفيبولا، ده البوردر ده اسمه انتروسس بوردر والبوردر ده اسمه انتروسس بوردر. هو بيكونكت بين ذا تو انتروسس بوردرز زي ما احنا شايفين. يبقى ده ماسك ما بين الايه؟ العظمتين. ولو فايبرز ليها اتجاه معين، يعني الفايبر ساعتها بتبقى اغلبها بيبقى نازل اوبليكلي داونورز اند لاترالي. يبقى الفايبرز نازله اوبليكلي داونورز اند لاترالي. ويهمني بقى افهم منه النهارده ايه؟ انه في تو اوبننجز موجودين في هذا السيبتم. من فوق في لارج اوبننج، هذا اللارج اوبننج موجود عند الابر بارت اوف ذا ممبرين، ودي فايدتها ان هي بتعدي او بتسمح بمرور الانتيور تيبيال فيسلز. الانتيور تيبيال فيسلز هي نازله عايزه تطلع قدام على الانتيور كومبارتمنت، فتمر من هذا التانل، بتمر من هذا الايه التانل باوبننج بنسميها الاوبننج او الابر اوبننج اوف ذا انتروسس ممبرين. برضو في من تحت في انذر اوبننج بس اصغر شويه من اللي فوق، دي موجوده في اللور بارت اوف ذا ممبرين، ودي بيعدي منها البرفوريتنج برانش اوف ذا برونيال ارتري برضو عشان تعدي في الانتيور فاشيال كومبارتمنت. يبقى اقدر اقول ان السيبتم ده او الممبرين ده اسف اهميته اهم حاجه فيه ان هو باين ذا تو بونز توجذر، يعني هو بيربط لي العظمتين عشان ما يبعدوش عن بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو لما نيجي ناخد الماسلز هنعرف كمان ان هو بيدي اتاتشمنت للنيبرنج ماسلز اللي حواليه، يعني الماسلز بتاخد اورجن من هذا الممبرين او الانتروسيس ممبرين. دي كانت معلومه سريعه برضو عن الانتروسيس ممبرين الموجود فيه. كل ده احنا لسه ما بداناش الكومبارتمنت بتاعنا، كل دي كانت انترودكشن وتمهيد عشان افهم الدنيا شكلها ايه في المكان اللي انا هتكلم عليه. خلونا بقى نتكلم على موضوع درس النهارده. موضوع درس النهارده زي ما اتفقنا هناخد اول كومبارتمنت من الكومبارتمنت اللي اتكلمنا عليها اللي احنا هنسميها انتيرور كومبارتمنت. هذا الانتيرور كومبارتمنت اوف ذا ليج. اول حاجه لازم اتكلم على الباوندرز بتاعته، انت لسه قايل لي عليها هنقولها تاني مفيش مشاكل. احنا اتفقنا ان كان في عندي هنا الانتيرور انترماسكولار سيبتم وهنا كان البوستيرور انترماسكولار سيبتم وكان بينهم اللاترال، ماليش دعوه بيها. طب انا هتكلم هنا على الانتيرور اللي هو هنا، يبقى انا هقدر اخد بس الانتيرور انترماسكولار سيبتم زي ما احنا شايفين بيكون موجود لاترالي، والناحيه الثانيه هيكون موجود التيبيا، هيكون اللاترال سيرفس اوف ذا تيبيا اوكي من الناحيه دي، والديب فاشيا اوف ذا ليج بقى من جميع النواحي من هنا ومن هنا يبقى الانتروسس ممبرين. يبقى كده عرفت انا حددت مكان الايه كومبارتمنت اللي هتكلم عليه. طب انا هتكلم على ايه في هذا الكومبارتمنت؟ هلاقي في عندي اربعه ماسلز مهمين جدا، هلاقي في عندي عضله بنسميها تيبياليز انتيرور، يبقى دي اول واحده هي تيبياليز انتيرور، وبعد كده هتكلم على عضله رايحه للبيك 2 اسمها اكسنسور هالسوس لونجس، وبعد كده في عضله بعديها رايحه للصوابع الاربعه الباقيين اسمها اكسنسور ديجيتورم لونجس، وبعد كده في لاترالي في عضله كده هنسميها برينياس او فيبولاريز. يعني احنا سمعنا برينياس لونجس وبريفيس، هنسمع واحده ثالثه تيرشس يعني هنسميها برينياس تيرشس، دي موجوده هنا. بس ناخد بالنا ان البرينياس لونجس والبريفيس والتيرشس دول لهم اكشن واحد مع بعض اسمه ايفيرجن اوف ذا فود، يعني دول ايفيرتورز ايفيرتورز. وخدوا بالكم من القاعده لازم تعرفوا، كل ما هو يبدا بكلمه برونياس هيعمل ايفيرجن، وكل ما هيبدا بكلمه تيبياليز يعمل انفيرجن. يبقى في عندي اكشن مهم جدا او موفمنت في الجوينت طبعا بيحصل في التيلو كالكينيو نافيكولار جوينت. هذا هنتكلم عليه لما ناخد الجوينت ان شاء الله، بس اعرفوا ان كل ما هو بيبدا بكلمه برونياس سواء كان برونياس لونجس برونياس بريفز برونياس تيرشس كل ده هيعمل لي الاكشن المهم اللي انا بتكلم عليه اللي هو الايفيرجن. بينما التيبياليز انتيرور من الجروب اللي انا هتكلم عليه النهارده، والتيبياليز بوستيرور اللي هو من الجروب البوستيرور كومبارتمنت، دول بيعملوا انفيرجن. طيب انفيرجن يعني السول اوف ذا فود بيبقى دايركتد ميديالي، بينما الايفيرجن العكس بيبقى دايركتد اوتورد او لاترالي.
غير الأربعة مصر هيقابلني الأنتيرو تيبيال أرتري والأنتيرو تيبيال نيرف اللي هو الديب برونيال نيرف. خلونا بقى نتكلم في التفاصيل. وقبل ما اتكلم على التفاصيل دي، طيب في تحت الاسكين في حاجات سوبرفيشال، يعني في سوبرفيشال فاشيا هتحتوي برضو على حاجات مهمة جدا. في عندي سوبرفيشال فينز موجودة في هذه الأماكن هاخد فكرة سريعة عنها، وفي عندي كمان السنسوري انيرفيشن أو الكوتينس نيرفز الموجودة هاخد فكرة عنها. الانتير كومبارتمنت هنا في السوبرفيشال فاشيا هلاقي في عندي مجموعه فينز مهمه جدا. اول حاجه بلاقي من تحت هنا عند الدورسوم اوف ذا فوت بلاقي في عندي حاجه اسمها دورسال فينس ارش. طبعا الكلام اللي بقوله ده مش للليج، ده الليج والدورسوم كمان. يبقى انا عندي هنا في دورسال فينس ارش موجود في هذا المكان اهو قدامنا. الدورسال فينس ارش ده موجود على الدورسوم اوف ذا فوت تقريبا عند البروكسيمال بارت اوف ذا ميتاتارسال بونز. وبعد كده بيجيله من الصوابع، كل صباع بيطلع من الجانبين منه حاجه بنسميها ديجيتال فينز، بيبقى عباره عن تو دورسال ديجيتال فينز في كل تو، ودول بيتجمعوا وينتهوا في الاخر خالص في الدورسال فينس ارش زي ما احنا شايفين اهو واضح. هنلاحظ هنا ان البيك تو في عندي فين او الميديال ده بيتجمع مع الارش وهيعمل لي فين مهم قوي الكبير ده، وبتاع الليتل تو هيتجمع هنا مع الارش من اللاتر اند اوف ذا ارش ويعمل لي فين تاني مهم جدا. اللي على الناحيه دي هيبدا الجريت سافنس فين اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، واللي على اللاترال اسبكت هيبدا تكوين السمول سافنس فين. يبقى انا في عندي او الشورت سافنس فين، يبقى انا في عندي حاجتين هتكلم عليهم تاني كمان مهمين اللي هم الجريت سافنس فين والسمول سافنس فين. طبعا الجريت او اللونج سافنس فين اتكلمنا عليه قبل كده، يبقى هو بيبدا هنا من عند الميديال اند واضحه of the dorsal venous arch وهيمشي بعد كده in the front of the medial malleolus ويعمل crossing لل lower one third of the medial surface of the tibia لغايه ما يوصل لل medial border of the tibia، وبعد كده هيمشي لغايه ما يوصل لل back of the knee. عند ال back of the knee هنا هيكمل بقى لفوق، واحنا اتكلمنا عليه يكمل ازاي لغايه ما يوصل للsaphenous opening لو تفتكروا، ودي كانت في المحاضرات لما خدنا ال front of the thigh. انما الشورت سافنس او السمول سافنس فين هيبدا من عند اللاترال اند اوف ذا دورسال فينس ارش وهيأسند ابورد، وده هيمشي بقى مش قدام اللاترال هنا كان ماشي قدام الميديال مالولس، ده هيمشي ورا اللاترال مالولس وهو ماشي هيطلع للباك اوف ذا ليج، وبعد كده هيمشي مع نيرف اسمه شورال نيرف، هيمشي مع نيرف اسمه شورال نيرف بينما جريس سافنس كان ماشي مع السافنس نيرف، وبعد كده في الاخر خالص هيمشي ويعمل بيرسنج للروف زي ما قلنا الحضره اللي فاتت، هيعمل بيرسنج للروف اوف ذا بوبليتيال فوسا عشان ينتهي بعد كده في البوبليتيال فين. ده بسرعه كده ده هي السوبرفيشال فاشيا ايه اللي موجود فيها. اول حاجه اتكلمنا على السوبرفيشال فينز اللي موجوده. طيب هل في نيرفز سوبرفيشال نيرفز موجوده؟ في طبعا. دلوقتي بقى هنشوف السوبرفيشال فينز دي ان شاء الله، وهنتكلم على الجريت سافنس والشورت سافنس هنشوفهم دلوقتي مع بعض زي ما احنا شايفين. ادي السوبرفيشال فينز موجوده قدامنا، ده شورت سافنس فين واضح ان هو ماشي في الاسيو الاسبكت، بعد كده يدخل البوبليت الفصه يخرج الايه يعمل بورسنج للروف زي ما قلنا قبل كده، وهنا على الميدل سايد هيكون ده لونج سافنس فين مع اللي قدام الميديال مالولس اهو واضح، ودي الميديال مالولس اهو دوك معدي قدامها. على عكس الشورت سافنس فين يبقى معدي ورا الميديال ورا اللاترال مالولس، بيطلع على الميديال بوردر وبعد كده يجي على الباك والثاني هنا، وبعد كده بيكمل فوق زي ما شوف. هنا بقى اللاترال مالولس اهو الشورت سافنس بيبقى بيهايند هي لاترال مالولس ويأسند ان ذا بوستير اسبيكت اوف ذا ليج، وبعد كده بيوصل لغايه البوبليتال فصة هنا وبيعمل بيرسنج ل الروف اوف ذا بوبليتال فوس. يبقى احنا كده شفنا الجريت سافنس، شفنا الايه الشورت سافنس اللي هي الفينز اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض، وده طبعا بتبين لي دلوقتي طبعا الايه شكل البرفوريتورز الخارجه او الفين البرفوريتور بتاع الفين سموها برفوريتنج فين، بتعمل برفوريشن لدي فاشيا عشان تجيب البلاد من الاماكن اللي حواليها. ندخل بقى على الانيرفيشن او ايه اللي موجود في الانتيرو كومبارتمنت من ناحيه السنسوري نيرف سبلاي او الكوتينيس نيرفز اللي موجوده.
الكوتينس نيرفز اللي موجوده او سنسو نيرفز اللي موجوده. اولا اول حاجه فيها وحاجه سمعنا عنها قبل كده اللي هي هنا دي حاجه بنسميها انفرا باتيلر برانش اوف ذا سافنوس نيرف. يبقى اول كوتينس نيرف بشوفه اهو موجود هنا بيغطي المنطقه بتاعه الليجامنتم باتيلي هنا، تمام، وده بيبقى برانش من السافنوس نيرف لو تفتكروا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. يبقى ده اسمه انفرا باتيلر برانش اوف ذا سافنوس نيرف. وبعد كده النيرف المهم اللي اتكلمنا عليه برضه لما خدنا الفيمورال كان اسمه سافنوس نيرف، وهذا السافنوس نيرف ده برانش من الفيمورال وبيسبلاي ذا سكين اوف ذا ميديال سايد اوف ذا ليج وينزل تحت على الميديال بوردر اوف ذا فوت، بس ما بيكملش لغايه هنا، بيقف لغايه هنا لغايه الايه البول اوف ذا بيج تو. يبقى ده تاني واحد اللي انا بسميه سافنوس نيرف. على الناحيه الثانيه بقى هيبقى في عندي اللاتر كوتينس نيرف اوف ذا كالف، ده لاترالي اهو، ده اسمه لاتر كوتينس نيرف اوف ذا كالف، وده برانش من خدناه المحاضره اللي فاتت جاي من الكومن بيرونيال نيرف، ده طالع من الكومن بيرونيال نيرف وده بيسبلاي السكن اللي موجود في الابر بارت اوف ذا انتروليتر سيرفيس اوف ذا ليج. يعني هنا ادي الانتروليتر سيرفيس ذا ليج اهو الابر بارت بتاعه، يعني المنطقه اللي انا بشاور عليها دي، ده بيغذيها اللاترال كوتينس نيرف اوف ذا كالف. يجي بعد كده عندي نيرف مهم جدا بقى اللي هو السوبرفيشال بيرونيال. احنا خدنا فيه عندي حاجه اسمها كومن بيرونيال هيتقسم الى سوبرفيشال بيرونيال وديب بيرونيال. سوبرفيشال بيرونيال له اسم تاني اسمه ماسكولو كوتينيس نيرف، اسمه ماسكولو، هو ده اللي بيغذي اللاترال جروب اللي هي البيرونيس لونجس اند بيرونيس بريفس. بعد ما بيغذيهم بيعمل بيرسنج للديب فاشيا عشان يبقى سوبرفيشال، عشان كده هو اسمه ماسكولو كوتينيس، يعني هيغذي العضلات وبعد كده يغذي السكن. لما بيبقى بقى ساب كوتينيس في المكان ده اهو زي ما احنا شايفين ده سوبرفيشال بيرونيال، هيمشي يسبلاي السكن اللي موجود في اللور بارت اوف ذا انتروليتر سيرفيس اوف ذا ليج. يبقى الابر بارت او اوف ذا انتروليتر سيرفيس اوف ذا ليج هياخد من اللاتر كوتينيس نيرف اوف ذا كالف، بينما هياخد هنا من السوبرفيشال بيرونيال نيرف. بينما الميديال بقى قلنا واخد من السافنوس، يبقى كده قسمناها، تمام. وبعد كده يفضل بقى عندي الجزء الصغير اللي انا بشاور عليه ده هنتكلم عليه مع الدورسم اوف ذا فوت، ممكن نفتكر عنه سريعا بعد كده. طيب الماسلز بقى اللي موجوده عندنا في هذا الكومبارتمنت، اولا اول العضلات ناخد فكره بس عنها قبل ما نتكلم عليها توتالس كده، نقول كل الماسلز اللي هنتكلم عليها في الانتيرو كومبارتمنت الماسلز الاربعه كلهم بيطلعوا من الفيبولا ما عدا واحده بس، هتطلع من التيبيا اللي هي التيبياليس انتيرور. يعني هلاقي عضله واحده طالعه من التيبيا اهي دي التيبياليس انتيرور، بينما الاكسنسور ديجيتورم لونجاس والاكسنسور هايسوس لونجاس والبيرونيس تورشس طالعين من الفيبولا. يبقى كده اول حاجه في مخيلتي اقول انه فيهم واحده طالعه من التيبيا وثلاثه من الفيبولا، رغم ان الفيبولا هي العظمه الاصغر بس في ثلاثه طالعين منها. ولكن الاربعه عضلات مشتركين انهم كلهم سبلايد باي ذا انتيرور تيبيال نيرف اللي هو الديب بيرونيال نيرف اللي هو برانش من الكومن بيرونيال نيرف اللي هو كان جدهم الاكبر هو الساتيك نيرف. كلهم بيعملوا اكشن مهم جدا اللي هو الدورس فليكشن اوف ذا انكل، اللي احنا شايفين الاكشن اللي قدامكم ده الحركه دي اسمها دورس فليكشن اوف ذا انكل. يبقى كل الاربع عضلات بالاضافه طبعا التيبيالز انتيرور زي ما قلت هي من ضمن العضلات اللي بتعمل انفيرجن، كل ما بيبدا بايه التيبيالز عمل انفيرجن يبقى هي كمان هيزيد عليها الانفيرجن زي ما هنشوف. يبقى ده الجزئيه اللي انا لازم اعرفها ان الجزء ده كله هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه مشتركه من الصفات هنا، هذه الصفات بتميز الاربع عضلات الموجودين، كلهم بيتغذوا من الانتيرو تيبيال نيرف، كلهم بيعملوا دورس فليكشن اوف ذا انكل، كلهم طالعين من الفيبولا ما عدا عضله واحده بس اللي هي التيبياليز انتيرو. نتكلم بقى دلوقتي على اول ماسل عندنا النهارده في المجموعه اللي هي بنسميها تيبياليز انتيرور ماسل. التيبياليز انتيرور ماسل اورجن بتاعها بتاخد من ميلي طبعا من التيبيا باسمها، هتاخد من الديستال بارت، يعني ناخدها الاول من فوق لتحت، هتاخد اول حاجه من الابر تو ثيردز اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا. خدوا بالكم ادي التيبيا اهي قدامنا، الميديال سيرفيس بتاعها بيبقى سب كوتينيوس ولكن هي بتاخد من اللاترال سيرفيس، طالعه من انهي حته؟ بتاخد من الابر تو ثيرد اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا، وجنبها اللي احنا بينهم ده المخطط ده الانتر اوسيس مامبرين، فبتاخد كمان من الادجوينينج بارت اوف ذا انتر اوسيس مامبرين. ومش كده وبس، ده بتطلع في التيبيا كمان ممكن توصل لغايه اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا، فبتاخد من الديستال بارت اوف ذا لاترال كوندايل اوف ذا تيبيا. اول مره ثانيه يبقى الاورجن اوف ذا تيبيال از انتيرور، هتاخد من الاتي: نمره واحد من الابر تو ثيرد اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا،
هتاخد من الاجوينج بارت اوف ذا انتر اوسس مامبرين وكمان بتكستند كمان لغايه الديستال بارت اوف ذا لاتر كوندايل اوف ذا تيبي. الماسل التندون بتاعها بيمر وهو نازل هيمر تحت الاكسنسوري تيناكولا. في عندي هنا هندرس النهارده حاجه اسمها سوبير وانفيرو اكسنسوري تيناكولا، هيعدي تحتيها وبعد كده هيدايركتد ميديالي. شايفين هيدايركتد ميديال هنا عشان يمسك هنا في عظمه هنا في من ضمن البونز اوف ذا تارسلز اسمها ميديال كونيفورم بون، هو هيعمل انسرشن في الميديال كونيفورم بون والادجاسنت بارت بتاع عظمه جنبها هنا على طول هي البيزو ذا فيرست ميتاتارسال بون. يبقى بيمسك في النقطتين اللي احنا شايفينهم دول. اول مره تانية يعني نقول ان الانسرشن ان التندون بيمشي ثرو ذا اكسنسوري تيناكولا وبعد كده اتاتشد في الميديال كونيفورم بون والادجوينينج بارت اوف ذا فيرست اوف ذا بيز اوف ذا فيرست ميتاتارسال بون. ده از ريجارد اتس انسرشن. طبعا طالما ماسكه هنا لما تشد لفوق كده هتخلي الرجل تلف، اولا هتعمل اول حاجه واهم حاجه عندها تعمل دورسفليكشن زي ما هنشوف حالا، وهتعمل كمان انفيرجن. طبعا هنشوف الكلام ده لايف برضو عشان تتخيلوا التندون ماشي ازاي وشكل التندون هو معدي تحت الريتيناكولوم زي ما اتعودنا، وفي نفس الوقت هنشوف الاكشن بتاعها. طيب النيرف سبلاي بتاعها النيرف بتاع الاربع عضلات كلهم هو نيرف واحد زي ما اتفقنا في اول المحاضره اللي هو الانتيريور تيبيال نيرف او اللي احنا بنسميه ديب برينيال نيرف اللي هو كان برانش من الكومن برينيال نيرف. فاكرين لما شرحنا المره اللي فاتت قلنا في سياتيك نيرف اتقسم الى كومن برينيال وتيبيال. الكومن برينيال اهو من دلوقتي تعرفوا انه يتقسم الى سوبرفيشال برينيال وديب برينيال. الديب برينيال هيغذي الانتيريور كومبارتمنت موضوعنا النهارده، والسوبرفيشال برينيال هيغذي اللاترال جروب اللي هناخدها بكره، بينما التيبيال هيبقى مسؤول عن البوستيريور كومبارتمنت. الاكشن بقى بتاع هذه الموسلز يا شباب طبعا دي هي الميد دورسف يعني هي اللي بتعمل دورسفليكشن هي المين. يبقى اول حاجه هنقول دي بتعمل دورسفليكشن للفوت اوف ذا انكل جوينت. ليه بقى؟ لان العضلات اللي ما بتشتغل على الصابع اكتر ولكن هي بتساعد في الدورسفليكشن بس مش هي المين. المين هنا هيكون عندي هو تيبياليز انتيور، بالاضافه انها زي ما قلنا من شويه قلت لكم انها بتعمل لي حاجه مهمه جدا اسمها انفيرجن اوف ذا فوت، والانفيرجن ده بيحصل على التيلوكالكينو نافيكولار جوينت او السبتيلر او الميتارسال، ممكن تقول السبتيلر اند الميتارسال جوينت او كلهم على بعض اسمهم تيلوكالكينو نافيكولار جوينت. ده كمان بالاضافه ان هي كمان بتمنتين حاجه هناخدها لما ناخد الفوت ان شاء الله اللي هي بتساعد على ايه. عندنا حاجه اسمها ارش اوف ذا فوت، ليه رجلينا ما هيش فلات رجلينا عامله ارش؟ في لونجيتيودنال ارش هي بتساعد في تكوينه. هنعرف ان اللونجيتيودنال ارش في منه ميديال ولاترال هي بتمنتين او بتساعد في هولدنج اب ذا ميديال لونجيتيودنال ارش اوف ذا فوت. يبقى ده الاكشن بتاعها. يبقى نقول مره ثانيه التيبياليس انتيرور، هقولها من جديد تاني احفظ معايا. الانتيبياليس انتيرور يا شباب نمره واحد الاورجن بتاعها طالعه منين؟ طالعه من ثلاث اماكن، ايه هما؟ نمره واحد الابر تو ثيردز اوف ذا لاترال سيرفس اوف ذا تيبيا، نمره اثنين الاجونيك بارت اوف ذا انتر اوسس مامبرين، نمره ثلاثه الديستال بارت اوف ذا لاترال كوندايل اوف ذا تيبيا. الانسرشن بتاعها التندون اهو هيباس هيعدي تحت اباث ثرو ذا بوث اكسنسوري تيناكولا اللي هم السوبير وانفيرور يعني، وبعد كده هيمسك يعمل انسرشن. فين هيعمل انسرشن؟ في حتتين هنا جنب بعض اهم، هيمسك في الميديال كوينيفورم بون اللي بنشاور عليها دي، وكمان هياخد الجزء اللي ملاصق ليها من البيز اوف ذا ميتاتارسال بون، وبعد كده النيرف سبلاي لهذه الماسل قلنا حاجه بنسميها انتيور تيبيال نيرف اللي هو الديب برونيال نيرف. الاكشن بتاعها هتعمل دورسفليكشن اوف ذا فوت وده طبعا على الانكل جوينت، وهتعمل انفيرجن بس ده مش هيكون على الانكل ملوش دعوه خالص بالانكل، ده بيشتغل على السبتيلر والميتارسال جوينتس او تيلوكالكينو نافيكولار جوينت، وكمان بتاسيست في الهولدنج اب اوف ذا ميديال لونجيتودينال ارش اوف ذا فوت. تعالوا نتخيل اللي انا قلته ده نشوفه لايف كده عشان اثبتها في دماغي وما انساهاش ابدا. ادي بقى ادي الاورجن اوف ذا تيبياليس انتيرور قدامنا اهي، المصير واضحه جدا. دي تيبياليس انتيرور وادي الاورجن من البون من التيبيا. وهنا معديه التندون بتاعها هيعدي تحت السوبير سنسوري تيناكولوم وبعد كده الانفير سنسوري تيناكولوم اوكي، وبعد كده هيمشي ميدالي اهو عشان يجي يعمل انسرشن هنا في المكانين اللي قلنا عليهم اهو. ادي في الايه جاسنت بارتنر بتاع الاي 1 كونيفورم مع البيز اوف ذا فيرست ميتاتارسال بون. ده الانسرشن اللي شفناه، واللي حابين نشوف الاكشن طبعا بتعمل لي دورسفليكشن زي ما احنا شايفين.
دلوقتي بقى هنتكلم على العضلة التانية عندنا النهاردة اللي هي الاكستنسور هاليسوس لونجس. الاكستنسور هاليسوس لونجس باسمها اكستنسور يعني تعمل اكستنشن، وهاليسوس يعني تعمل اكستنشن للهاليكس. هاليكس اللي هو البيج تو، ولونجس يعني عضلة طويلة، لأن في عندي هناخد واحدة تانية اسمها اكستنسور هاليسوس بريفس بعد كده إن شاء الله ليتر أون. طيب الاكستنسور هاليسوس لونجس دي أما أجي أتكلم عليها طالعة منين؟ هتطلع برضو من الميديال سيرفس اوف دي فيبولا. احنا اتفقنا قلنا الثلاثه ماسلز دلوقتي اللي جايين هياخدوا منين؟ هياخدوا من الميديال سيرفس اوف ذا فيبولا. لما التيبياليز انتيور الوحيده اللي خدت من التيبيا، هتاخد منين؟ من الميديال سيرفس اوف ذا فيبولا. هتاخد من الميدل تو فورسز، يعني في الايه او الميدل، او ساعات نسميه الميدل هاف، يعني اللي هو بتاخد من الربعين اللي ايه اللي في الوسط اللي قدامنا دول. لو احنا قسمنا الفيبولا لاربع ارباع هتاخد الربعين اللي في الوسط هنا، وبتاخد كمان من الانتر اوسيس ممبرين اللي جنبيها. يبقى هتاخد من الميدل تو فورسز اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا فيبولا، وهتاخد كمان من الانتر اوسيس ممبرين. الانسيرشن بتاع الماسل، الماسل عشان هي طالعه لاترال ولكن هتروح تمسك في الصباع الكبير ده ميديال، هتعمل كروسنج زي ما احنا شايفين من اللاترال للميديال، هتمشي تحت بعد كده تحت السوبيرور اكستنسوري تينيكلوم، وبعد كده تحت الانفيرور اكستنسوري تينيكلوم هنا، وبعد كده تعمل انسيرشن في الدورسم اوف ذا بيز اوف ذا ديستال فالنكس. هتعمل في الدورسم في البيز هنا من ناحيه الدورسم اوف ذا ديستال فالنكس اوف ذا بيك تو. يبقى راح تمسك فين؟ في الديستال فالنكس اوف ذا بيك تو. تمام. النيرف سبلاي زي ما اتفقنا قلنا هيكون زيه زي بقيه الانتيريور جروب كلها، هتاخد من الديب برونيال نيرف اللي هو الانتيريور تيبيال، والاكشن بتاعها هتشتغل على ايه؟ هتعمل اكستنشن لكل الجوينت اوف ذا بيك تو. يبقى هتعمل اكستنشن لكل الجوينت اوف ذا بيك تو، بالاضافه كمان انها بتهلب في الدورس فليكشن اوف ذا انكل جوينت، يبقى كمان بتساعد على الدورس فليكشن للفوت عند طبعا في الانكل جوينت. ده بالنسبه للاكستنسور هاليسوس لونجس. العضله بعد كده اسمها اكستنسور ديجيتورم لونجس. اكستنسور ديجيتورم لونجس برضو ديجيتورم يعني رايحه للصوابع، ولونجس عشان طويله، لان هناخد النهارده برضو عضله هناخدها بعد شويه اللي هي الاكستنسور ديجيتورم بريفس. الاورجين بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس برضو زي ما اتفقنا هتاخد من الميديال سيرفس اوف ذا فيبولا. بس منين بقى؟ من الميديال سيرفس، من الابر 3 كوارترز، يعني من الثلاث ارباع. اهو شايفين ثلاث ارباع الايه العلويين اللي انتم شايفينهم دول، وبعد كده الاورجن بتاعها هيمتد عشان يوصل كمان يوصل لغايه الميديال كوندايل اوف ذا تيبيا، وبعد كده كمان اهو شايفين الاورجن وصل لغايه فين؟ يبقى وصل لغايه الميديال كوندايل اوف ذا تيبيا، وتاخد كمان من الانتر اوسيس ممبرين، وهتاخد كمان من الانتر اوسيس ممبرين. يبقى الماسل دي بتاخد من الابر 3 كوارترز اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا فيبولا، وهتاخد من الانتر اوسيس ممبرين. وقلنا زي ما قلنا الاورجن هيمتد اكستند لغايه الميديال كوندايل اوف ذا تيبيا. الماسلز ديت هتنزل بتندون، التندون هيمر تحت السوبيرور وبعد كده الانفيرور اكستنسور تيونيكولم، وبعد كده يتحول الى التندون هيتقسم الى دايفيرج انتو فور تندونز. الفور تندونز دول هيروحوا للايه؟ لللاترال فور توز. يبقى رايحين لاربع صوابع خارجيين طبعا، لان طبعا الصباع الكبير راح له اكستنسور هاليسوس لونجس برايفت لوحده، هيبقى فاضل الاربع صوابع. عايزكم تاخدوا بالكم بقى هنا ان الاربع تندونز دول لما بيروحوا يمسكوا هنا مش هيروحوا يمسكوا دايركت في البون، ولكن هيروحوا يمسكوا الاول مع عده عضلات تانية معاهم، هيعملوا يمسكوا في حاجه دي فاشيه تيكنج من دي فاشيه اسمه اكستنسور اكسبانشن، اسمه اكستنسور اكسبانشن، وده بيبقى موجود هوريه لكم حالا دلوقتي بعد ما نخلص، هنشرحه بسرعه دلوقتي في الشرح اللي جايه عشان نفهمه. بيبقى موجود هنا مكانه في الدورسم اوف ذا بروكسيمال فالنكس، وبعد كده يطلع منه سليبس، يطلع منه ميدل سليب هتمسك في البيز اوف ذا ميدل فالنكس، وتو كولاترال سليبس اللي على الجناب دول هيمسكوا في البيز اوف ذا ديستال فالنكس. طبعا مش هو بس، هيبقى في تندونز ثانيه هنشوفها حالا دلوقتي. يبقى هنا الانسيرشن بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس هيكون انتو ذا حاجه بنسميها اكستنسور اكسبانشن. النيرف سبلاي زي ما قلنا هيكون انتيريور تيبيال نيرف اللي هو الديب برونيال نيرف، والاكشن هيكون اكستنشن لكل الجوينت اللي في الايه في اللاترال فور توسز، يعني يعمل اكستنشن للانتر فالنجال جوينتس والميتادارس فالنجال جوينتس وهكذا لغايه الاخر. وطبعا هيساعد كمان لانه هيمر على الانكل، فهيساعد في الدورس فليكشن عند الانكل جوينت. طيب نشوف بقى اللي احنا شفناه ده او العضلتين دول، عايزين نشوفهم فيديو عشان نشوف برضو هنتخيلهم والدنيا ماشيه ازاي. تعالوا نشوف الفيديو بتاعهم بيقول ايه.
ادي الاكسنسور هاليسز لونجس اهي طالعه من هنا زي ما احنا شايفين اهي ومعديه تحت الايه هنا معديه تحت السوبر ادي السوبر وانفير اكسنسور تيوناكيو اللي ورا دي الاكسنسور تيجتورم لونجس اهي تمام برضو معديه تحت الايه تو ايرتيوناكيولا وادي التندونز بتاعتها وده الاورجن بتاعها تمام نشوف بقى الايه زي ما احنا شايفين ادي التيبي وادي الفيبولا هنا في المكان ده التندونز بتنزل اهي تحت الدايره التيونيكولا اللي هنتكلم عليه برضو وهيبقى له كلمتين لوحدهم خاصين بيهم لو ظبطنا العضلات كلها اللي موجوده في الانتير جروب هنا اللي اتكلمنا عليها تبقى دي تيبياليس انتير وده هنا هيبقى الفليكسور هاليسوس لونجس وبعد كده اللي ده الاكسنسور تيجتورم لونجس ودي هتبقى البرنيس تورشوس اللي في الاخر دي البرنيس تورشوس بتكمل بس بتقف هنا شوف مكان ما انا بشاور كده او مكان ما بشاور هيبقى واقفه في هذا المكان طيب لو بصينا تاني مره تانيه ادي البرنيس تورشوس هنا عشان المؤشر ما كانش شغال ادي البرنيس تورشوس وادي الاكسنسور تيجتورم لونجس الاربع تندون بتوعها وده التندون اوف ذا فليكسور اوف ذا اكسنسور هاليسوس لونجس وده التندون اوف ذا تيبياليس انتيرور يبقى كده شفناهم كلهم مرة تانية بصورة أكبر أهي وعشان تشوفوا الأداء التندون أوف ذا إكسنسور هاليسوس لونجس أهو شايفين وهنا ده التندونز الأربعة تندون أوف ذا إكسنسور ديجيتورم لونجس وهنا هما ماسكين بقى في حاجة اسمها الإكسنسور إكسبانشن اللي بنشاور عليه ده اللي بشاور عليه ده الإكسنسور إكسبانشن هتلاقي هو ماسك في أكتر من عضلة هنتكلم عليها حالا وشكله طبعا بس حبيتوا تتخيلوا شكله هيبقى ماشي إزاي أوكي برضو هنا هنشوف الاكشن بقى بتاع الايه الماسلز اللي اتكلمنا عليها دي عايزين نشوف الاكشن بتاعها زي ما احنا شايفين اهو اول حاجه ادي الاكسنسور هاليسوس لونجس بيعمل اكستنشن لكل الايه الجوينتس اوف ذا بيك تو واكستنشن ديجيتورم زي ما احنا شايفين لو شدينا عليها هتعمل اكستنشن برضو لكل الايه الجوينتس بتاعه الاربع صوابع الايه اللاترال سهله جدا وباينه يبقى كده عرفنا لغايه دلوقتي اكستنسور ديجيتورم طبعا بالاضافه لكده الاكشن اللي بتساعده هما الاثنين بيساعدوا في الدورس فليكشن اوف ذا فوت عند الانكل جوينت زي ما احنا شايفين هيبقى لنا بقى العضله الاخيره اللي هي البرنيس تيرشوس تعال نتكلم عليها برنيس تيرشوس ماسل برنيس احنا عندنا نسمع كلمه برنيس هنلاقي في عندنا اثنين برونياي هناخدهم في محاضره بكره اللي هم اللاترال جروب اللاترال جروب في عندي برنيس لونجس برنيس بريفس ودول لوحدهم بياخدوا نيرف سبلاي من ماسكو كوتينس لوحده والاكشن بتاعهم بيشتغلوا على يعني هيشتغلوا لهم اكشن لوحده هنتكلم عليه بس لهم اكشن مشترك مع البرنيس تورشوس اللي هو الايفيرتور او الايفيرجن ان هم ايفيرتورز يعني ايه ايفيرجن؟ يعني ان انا انتوا عارفين السول اوف ذا فود لو السول اوف ذا فود دايركتد ناحيه بره يعني ناحيه الاوتسايد ده بنسميه ايفيرجن لو دايركتد ناحيه جوه هنسميه انفيرجن عايزكم تاخدوا بالكم في عضلات بتعمل لي ايفيرجن وفي عضلات بتعمل لي انفيرجن انا عندي عضلتين بيعملوا انفيرجن اللي هم تيبياليس انتيرور وتيبياليس بوستيرور وفي ثلاث عضلات بيعملوا ايفيرجن اللي هم البرنيس لونجس برنيس بريفس اند برنيس تيرشوس بتاعتنا النهارده دي يبقى ما ننساش كلمه احفظها لكم كل عضله تبدا بكلمه تيبياليس يبقى تعمل انفيرجن وكل ما يبدا ببرنيس هيعمل ايفيرجن اوعى تنسوا اوكي نمسك بقى البرنيس تيرشوس بتاعتنا النهارده هنشوف الاورجن بتاعها احنا قلنا الاكسنسور ديجيتورم لونجس ماسكه من الابر 3 كوارترز او ثلاث ارباع الفوقانيين الربع اللي هو هيفضل بقى الربع اللي انتم شايفينه ده هتطلع منه البرونياس تيرشوس يعني طالعه منين؟ طالعه من اللور 1/4 اوف ذا ميديال سيرفس اوف ذا فيبولا وهتاخد كمان من الانتر اوسيوس ممبرين الانسرشن بتاعها هي بتنزل لتحت ما بتكملش هي بتعدي تحت الريتينيكولوم يعني هتعدي التندون بتاعها هيعدي تحت الاكسنسور ريتينيكولوم الاثنين السوبيرور والانفيرور بس بعد كده ما بيكملش لتحت على الصوابع لا ده بيجي هنا بقى في البيز اوف ذا او الدورسال سيرفس او الدورسوميدال سيرفس اوف ذا بيز اوف ذا فيفث ميتاتارسال بون ويمسك في المكان اللي قدامكم ده نشاور عليه معلش اهو اشاور عليه اللي هو المكان اللي بشاور عليه بالمؤشر ده المكان ده هو ده اللي احنا بنقول عليه دورسوميدال سيرفس اوف ذا بيز اوف ذا فيفث ميتاتارسال بون يبقى ادي نقول تاني الاورجن بتاعها اهو الحته الصغيره دي اللي هو الاورجن اللي احنا بنعتبره اللي هو الايه اللور ايه 1 فورس يعني الربع الايه تحتاني من الميديال سيرفيس اوف ذا فيبولا لان الثلاث ارباع اللي فوق طالع منهم اكسنسور ديجيتورم لونجس وهتاخد من انتر اوسس مامبرين وهتعمل انسرشن في هذا المكان اللي هو اللي هو مين المكان ده المكان ده اللي احنا بنقول عليه دورس ميديال سيرفيس اوف ذا بيز اوف ذا فيفث ميتاتارسال بون
وطبعا النيرف سبلاي بتاعها هيكون نيرف سبلاي عادي جدا، هو نفس الاخ بتاعنا اللي هو الديب بارينيال نيرف او الانتيوتوبيال نيرف. والاكشن بتاع هذا المصل طبعا هتساعد في الدورس فليكشن عادي زي ما اتفقنا، ولكن هيبقى اللي هنزود عليها بقى حاجه جديده اللي هي بتعمل ايفيرجن للفوت. والايفيرجن والانفيرجن بيحصلوا عند جوينت اسمه سبتيلر جوينت وميد تارسال جوينت، او ممكن نقول تيلو كالكينيو نافيكولار جوينت ده او ده يعني ماشي اوكي. دي الجوينتس اللي موجوده في الفوت. نشوف بديك ده بالنسبه للبرنيس تيرشس. المصل دي may be absent، المصل دي may be absent يعني ايه؟ يعني في بعض الناس، في نسبه من الناس ممكن ما الاقيش هذه المصل، وفي ممكن عضلات في جسمنا تبقى مش موجوده عند كل الناس. عشان برضو اديكم معلومه سريعه طاير كده، في عندي 5 مصلز موجودين في جسمي ممكن يكونوا بعض الناس موجودين وفي بعض الناس مش موجودين، يعني في 5 مصلز may be absent. والمصل ديت كلها بتبدا بحرف البي، هتلاحظوا كده ان كلهم بيبداوا بحرف البي. المصلز دي في 2 موجودين في اللور ليمب، في 2 موجودين في الابدومين، وفي واحده موجوده في الابر ليمب. الواحده اللي موجوده في الابر ليمب هي بنسميها، هناخدها ان شاء الله مع الابر، هنسميها بالماريز لونجس، يبقى اولها بي. في 2 موجودين في الابدومين، في عندي سواس ماينور اولها بي برضو، وفي عندي بيراميداليس. في اللور ليمب بقى اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده هناخد 2 في اللور ليمب، اول واحده النهارده هي برينياس تورشس، وهناخد واحده مع البوستيرو جروب ان شاء الله المحاضره اللي بعد الجايه اسمها بلانتارز. اسمها ايه؟ بلانتارز. يبقى الخمسه ماسلز كلهم بيبداوا بحرف البي، واحده في اولهم مره ثانيه عشان نحفظ، واحده في الابر ليم بسميها ها بالماريز لونجس، وبعد كده في عندي 2 في الابدومين براميداليز وسواس ماينور، واثنين في اللور ليم برينياس تورشس اند بلانتارز. تمام؟ طيب ده بالنسبه للبرينياس تيرشس. نشوف بقى فيديو للبرنياس تيرشس يا برضو يوضح لي الشكل الاتاشمنت بتاعها. طبعا دي البرنياس لونجس وبريف زي هناخدهم المره الجايه، دول موجودين في اللاترال اسبكت في اللاترال جروب، انما هنا دي البرنياس تيرشس اللي قدام دي. تمام، برنياس تيرشس بتاخد من الربع الاخير اهو من الميديال سيرفيس اوف ذا فيبولا، والتندوم بتاعها بيعدي تحت، ادي السوبر اكسنسوري تينيكلوم وادي الانفيرور. وهتيجي هنا هتحسوا ان هي بارت من الاكسنسور ديجيتورم ولكنها مش في الاكسنسور ديجيتورم. هتمسك هنا في الدورسم زي ما احنا شايفين اوف ذا بيز اوف ذا فيبس متاتارسال بون. العضله دي بتعمل اكشن مهم جدا ايفيرجن، اهو شايفين ده شكل الايه الايفيرجن، الحركه اللي بتحصل دي هي دي الايفيرجن اوف ذا فوت. تمام، وممكن كمان بتساعدني في الدورسي فليكشن زي ما احنا متفقين. ده بالنسبه لهذه العضله المهمه. يبقى كده احنا خلصنا الاربع ماسلز عندنا النهارده. ده هنشوف صوره كده بسرعه نلخص الاربع ماسل طالعين ازاي. احنا قلنا في عندي 4 ماسلز، الفور ماسلز اول واحده فيهم بتطلع هي الوحيده اللي بتطلع من التيبيا، اهي ادي التيبيالز انتيرور اهي طالع من اللاترال سيرفيس الابر تو ثيرز اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا تيبيا، يبقى دي واحده اهي. بينما الثلاثه التانيين طالعين من الميديال سيرفيس اوف ذا فيبولا، الثلاثه طالعين من الميديال سيرفيس اوف ذا فيبولا. هنقول الميدل هاف او الميدل تو فورسز هنا، او شايفين الجزء ده الربعين اللي في النص، لو احنا قسمنا الفيبولا لاربع تربع هنقول الربعين اللي في الوسط هنا هتطلع الاكسنسور هاليسوس لونجس، وراها في نفس المكان هتاخد تطلع الاكسنسور ديجيتورم لونجس، ونزيد ربع لفوق. عشان كده بنقول في الاكسنسور ديجيتورم لونجس بنقول ابر 3 كوارترز او الثلاث ارباع اللي فوق. عشان كده نلاحظ ان في هنا جزء مشترك بين العضلتين، في جزء هنا مشترك بين الايه العضلتين، في ربع زياده اهو ده تبع الاكسنسور ديجيتورم. طب يفضل ربع تحت بقى، الربع الاخير هتطلع منه البرنياس تيرشس، هتطلع منه البرنياس تيرشس. دي بس حبيت احط الصوره عشان اثبت المعلومه والناس تحفظ تبقى العمليه اسهل كتير. اوكي طيب. بعد كده بعد ما اتكلمنا بقى على الماسلز هيفضل عندي اخر حاجتين موجودين في الكومبارتمنت اللي هم الانتيريور تيبيال ارتري والانتيريور تيبيال فين. نيجي على الانتيريور تيبيال ارتري. الانتيريور تيبيال ارتري ده عباره عن one of the two terminal division of the popliteal artery عند lower border of the popliteus muscle. احنا طبعا سمعنا على البوبليتيال اللي هو كان ايه يا شباب؟ ايوه كان فيمورال ارت. فيمورال ارتري لما نزل ودخل من الدكتور هيتوس بعد كده وصل على البوبليتيال فوسا، تغير اسمه زي ما اتفقنا الى بوبليتيال. بوبليتيال يمشي في البوبليتيال فوسا ويجي عند الديستال بوردر اوف ذا بوبليتوس ماسل وينقسم الى two terminal division
anterior tibial artery and posterior tibial artery. النهاردة احنا بنتكلم في الجروب ده على anterior tibial artery. anterior tibial artery هو نازل من ورا من البوبليتال فوسة. طب ايه اللي جابه قدام؟ يبقى لازم يمر على حاجة من قدام، هيمر من فوق هنا على الابر border او الابر part of the interosseous membrane. في جاب هنا هيعدي منها اللي انتوا شايفينها دي، اصبح هنا في الانتيرور، هيمشي على الميديال سايد اوف ذا ليج بعد كده، ويمشي بعد كده على الفرونت اوف ذا ليج، وبعد كده الارتري بيديسنت فيرتيكالي ويمشي ما هو مع الديبرونيال نيرف او الانتيرور تيبيال نيرف، الاثنين ماشيين مع بعض في نفس المكان. وبعد كده طبعا بيبقوا نايمين ديب، نايمين على او ماشيين قدام الانتر اوسيس ممبرين. وبعد كده في اللور سيرد اوف ذا ليج تحت هنا هيبتدي الارتري بقى يبقى موجود قدام التيبيا او اللور اند اوف ذا تيبيا في هذا المكان. بعد المكان ده ما يوصل للانكل هنا هينتهي اسمه، يبقى زي مكان الفيمورال عند ليفل معين اصبح اسمه بوبليتال. بعد كده البوبليتال انقسم الى انتيرو وبوستيرور التيبيال. الانتيرو تيبيال بقى بيجي عند ليفل معين اللي هو الفرونت اوف ذا انكل جوينت، ويتغير اسمه الى دورسالس بيديس ارتري. يبقى بعد كده اول ما يوصل لغايه هنا هيبقى اسمه دورسالس بيديس ارتري. تمام، اوكي. طيب نشوف الانتيرو تيبيال ارتري ده ايه هي الريليشنز بتاعته، وعشان افهم الريليشن في حاجه الرسم ده هيوضح لي الريليشنز بتاعت الارتري والنيرف عشان دول مهمين جدا. الرسم التوضيح ده هيبصوا معايا كده هنلاقي ايه. لو احنا اعتبرنا ادي الانتيرو كومبارتمنت اهو، والخط الاخضر اللي انتوا شايفينه ده الانتيرو انترماسكولار سيبتم، يبقى انا كده في الانتيرو جروب اهو. تمام، الانتيرو جروب عباره عن ايه؟ تيبياليز انتيرو اهي، ده الماسل وده التندون بتاعها. وبعد كده في عندي اكسنسور هاليسوس لونجس اهو، وده التندون بتاعه وعامل كروسنج من اللاترال للميديال عشان يمسك الصباع الكبير. وهنا هيبقى في عندي دي الاكسنسور ديجيتورم لونجس، شايفين هنا الجزء اللي في النص ده مشترك بين العضلتين اهو، وهي زايده ربع من فوق، وده التندون بتاعها. واللي تحت خالص في الربع الاخير دي البيرونياس لونجس، وده التندون بتاعها. وهنا المفروض ماشي في وسط الجروب ده انتيرو تيبيال ارتري وانتيرو تيبيال نيرف. عشان نقول الريليشنز احنا هنقسم المنطقه دي الى ثلاث تلات، يعني التلت اللي فوق ده الابر وان ثيرد. هلاقي الارتري ماشي ازاي؟ هلاقي الارتري ماشي بين ذا تيبياليز انتيرور على يعني ميديالي، والناحيه الثانيه بالاكسنسو ديجيتورم لونجس لاترالي، سهله. وفي نفس الوقت هيكون البقى الجيبرونيال نيرف او الانتيرو تيبيال نيرف هيكون لاترال، شايفينه في الابر وان ثيرد بيكون لاترال. يبقى لاترال ليه حاجتين، هيبقى النيرف ومعاه كمان الايه؟ الماسل اللي هي الاكسنسور ديجيتورم لونجس. طيب نيجي في الميدل وان ثيرد هنا، لا هنا هيكون ميديال لي ستيل هي برضو تيبياليس انتيرور، ولكن لاترال لي هنا هيبقى الاكسنسور هاليسوس لونجس. يبقى هنا الاكسنسور هاليسوس لونجس، والنيرف هيكمل له ايه؟ كروسنج في الامام، يعني مش كروسنج اسف، هيجي قدامه. يبقى بعد ما كان لاترال اصبح ايه؟ دايركتد انتيريوري، يبقى علاقه النيرف هنا اصبحت ايه؟ قدامه، يعني عمل له كروسنج لقدام بس قعد ستيل قدامه زي ما هو، ما راحش الناحيه الثانيه. انما في التلت الاخير هيرجع لاترال تاني. يبقى هنا في ترابل ريليشنز لديبرونيال نيرف مع الانتيرو تيبيال ارتري، ان فوق هنا في التلت اللي فوق بيكون لاترال، وبعد كده انتيرو، وبعد كده يرجع لاترال تاني. الماسلز بقى اللي هو ريليتد ليها تحت هنا هنبص لها، هنا في تندون بقى. الارتري هو نازل هنا هيكون في اللور وان ثيرد من تحت خالص، هيكون الاكسنسور هاليسوس لونجس هتكون سوري الاكسنسور هاليسوس لونجس هيكون ميديا. ليه؟ لان الاكسنسور بص بتمشي من اللاترال للميديا. ومين اللي ميديا ليه دلوقتي؟ مش تيبيالز انتيرور، تيبيالز انتيرور بعيد اهي، انما اللي ميديا جاست ميديا ليه في المكان اللي تحت ده هيكون الاكسنسور هاليسوس لونجس اللي بشاور عليها دي. تمام، بعد كده هيبقى في عندي الاكسنسور ديجيتورم لونجس لاترال ليها، اهي ادي الاكسنسور ديجيتورم لونجس نازله، وادي التندون هيكون جاست لاترال. وبعد كده الانتيرور تيبيال نيرف بقى هيكون ماشي فين؟ في اللاترال سايد، رجع لللاترال سايد تاني بعد ما كان هنا انتير اصبح ايه؟ لاترال. يبقى لاترال هنا في حاجتين، النيرف وبعديه على طول كمان الاكسنسو ديجيتورم لونجس تندون. يبقى دي الريليشنز اللي المفروض لما اجي اتكلم على الانتير تيبل نيرف اللي هو الديبرونيل هقول نفس الكلام. يبقى ناخد بالنا من يفضل عندي اخر حاجه بقى الريليشنز. اسف البرانشز، احنا قلنا دلوقتي الريليشنز. البرانشز بقى اوف ذا انتيرو تيبيال ارتري، اول حاجه بيديني حاجه اسمها انتيرو بوستيرو تيبيال ريكارنت ارتريز. احنا ده الانتيرو باين قدامنا والبوستيرو بقى من ورا، ودول بيشاركوا في الانستموز اراوند ذا ني جوينت اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. يبقى هنا اول حاجه انتيرو تيبيال ريكارنت اند بوستيرو تيبيال ريكارنت.
بعد كده هيدي ماسكولار برانشز. الماسكولار برانشز دي هتروح للادجاسنت ماسلز الموجوده في اللي هي الجروب اللي حوالينا. في الاخر بقى بنزل تحت هلاقيه بيديني تو ارتريز، واحد اسمه انتيرور لاترال مالولر، واحد اسمه انتيرور ميديال مالولر. يبقى ده الانتيرور ميديال مالولر وده الانتيرور لاترال مالولر، ودول هيعملوا انستموزز برضو، هيشاركوا في الانستموزز اراوند ذا انكل جوينت. وبعد كده الارتري هيكمل بعد كده ويتحول الى حاجه بنسميها دورسالس بيديس ارتري. يبقى بعد كده هيبقى الكونتينيوشن بتاعه دورسالس بيديس ارتري. طيب عشان برضو نتخيل الدنيا، تعالوا نتفرج على الارتري ده ونشوف شكله ايه. زي ما احنا شايفين اهو، هنشوف دلوقتي حالا ادي انتيريور تيبيال ارتري قدامنا اهو اهو. طبعا ده الكومن سوري ده البوبليتال ارتري، هيديني انتيريور وهيديني بوستيريور. لاحظوا بقى الانتيريور هيعدي من الجاب اللي قلنا عليها اهي اهي، ادي الجاب اللي موجوده في الانتر اوسس ميمبرين، وجوه ده الانتر اوسس ميمبرين، هيعدي من هنا اهو ماشي، وهيمشي مع الانتيريور تيبيال نيرف. الاثنين ماشيين اهو، بشيل المسلز عشان اقدر اشوفها، طبعا اشيل الاكسنسور هاليسز وعشان اقدر اوسع الدنيا، وطبعا زي ما نشوف اهو ماشي. وبعد كده هيعدي من الاكسنسور ريتيناكولو، من السوبيريور والانفيريور اكسنسور ريتيناكولو، يعني الاربعه تندوز بتوع المسلز كلها هتعدوا، وكمان بعد كده يبقى اسمه في الاخر دورسالس بيديس ارتري. بعد ما يخرج يوصل هنا هيتحول اسمه الى دورسالس بيديس ارتري. يبقى هنا لازم اعرف ان الاكسنسور ريتيناكولو اللي هتكلم عليها في نهايه المحاضره من ضمن الاستراكشرز هتعدي، هيعدي الاربعه ماسلز بتوعنا النهارده بالاضافه الى هذا الارتري والنيرف اللي هتكلم عليه بعد شويه اللي هو الانتيرور تيبيال نيرف او اللي بنسميه دي برينيال نيرف. يبقى ده بالنسبه للدورسالس بيديس ارتري. ارجو ان تكونوا وضحت الدنيا بالنسبه لكم. طيب اخر حاجه بقى الانتيرور تيبيال نيرف اللي احنا بنسميه ديب برينيال نيرف. وده الديب برينيال نيرف او الانتيرور تيبيال نيرف هو عباره عن one of the two terminal branches of the common peroneal nerve. اتكلمنا المره اللي فاتت على السايتك نيرف، وقلنا السايتك نيرف بينقسم في الايه في تقريبا في الميدل اوف ذا باك اوف ذا ثاي الى انتيرور تيبيال وبوستيرور تيبيال. الانتيرور تيبيال اللي احنا بنسميه اسف بيتقسم الى كومن برونيال وتيبيال اللي هو اللاتر بوبليتيال والميديال بوبليتيال. اللاتر بوبليتيال هو الكومن برونيال، ده بيتقسم بعد كده الى انتيرور تيبيال وبوستيرور تيبيال. وده الانتيرور تيبيال هيغذي المجموعه بتاعتنا النهارده اللي هو الانتيرور جروب، والتاني اللي هو اللي احنا بنسميه سوبرفيشال برونيال او بنسميه لاترال، ده هيغذي لي بقى اللاترال جروب. يبقى انا اقول تاني، يبقى احنا في عندي الساتيك نيرف هينقسم الى لاترال بوبليتيال وميديال بوبليتيال. الاسم التاني ليهم اللاترال بوبليتيال اسمه كومن برونيال، والتاني اللي هو الميديال بوبليتيال اسمه تيبيال. الميديال بوبليتيال التيبيال هيرجع ورا يغذي البوستير جروب، يعني هيغذي ايه؟ هيغذي البوستير كومبارتمنت. بينما الكومن برونيال اللي هو اللاترال بوبليتيال اتقسم الكومن برونيال الى سوبرفيشال برونيال وديب برونيال. الديب برونيال اللي هو بتاعنا النهارده ده اللي هو اسمه انتيرو تيبيال هينزل يغذي الانتيرو كومبارتمنت. والسوبرفيشال برونيال له اسم تاني اسمه ماسكولو كوتينيوس نيرف، اسمه ماسكولو كوتينيوس نيرف، هو ده المسؤول عن اللاترال جروب، ده بتغذيه اللاترال جروب وهنتكلم عليه في المحاضره القادمه ان شاء الله. طيب بعد ما عرفنا الاورجن بتاع الديب برونيال هنشوف الديب برونيال ده بيمشي ازاي. بيمشي اولا اول ما بيطلع بيطلع في السبستنس اوف ذا برونياس لونجس، وبعد كده هيمشي على اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف ذا فيبولا، هيمشي على اللاترال سايد اوف ذا نيك اوف ذا فيبولا. وبعد كده الريليشنز اللي اتكلمنا عليها، هيخش طبعا الانتيرو كومبارتمنت عن طريق انه بيعمل بيرسنج للابر بارت اوف ذا انتر اوسس ممبرين، وبعد كده هيمشي بقى ديب للاكسنسور ديجيتورم، بعد كده هيمشي ديب للاكسنسور ايه ديجيتورم لونجس ماسل. وبعد كده نتكلم بقى على الريليشنز اللي انا اتكلمت عليها. في الاول بيكون لاترال، وبعد كده انتيرو، وبعد كده لاترال انتيرو تيبيال ارتري اللي هي العلاقه اللي ما بينه وبين الارتري، هيبقى لاترال وبعد كده انتيرو وبعد كده يرجع يكون لاترال. وبعد كده النيرف بقى هيمشي بعد كده يمر من السوبيريور والانفيريور اكسنسور ريتيناكولا، وبعد كده اول ما يوصل الدورسال اوف ذا فوت هنا في المكان ده هينتهي بقى الى تو تيرمينال ديفيجن، واحد هيمشي لاترال اهو اللي انتم شايفينه ده، واحد قصير هيبقى ميديال. الميديال القصير ده هيمشي تحت عضله اللي هناخدها بعد شويه اللي انتم شايفينها دي، عضله اسمها الاكسنسور، هناخدها مع الدورسال اوف ذا فوت اسمها اكسنسور ديجيتورم بريفس. احنا خدنا هنا الاكسنسور ديجيتورم لونجس، دي هتبقى اسمها اكسنسور ديجيتورم بريفس، هيمشي تحتيها وينتهي فيها بحاجه اسمها سودو جانجلون، هيطلع منها برانشز تغذي الماسل.
وبعد كده في lateral branch اللي احنا شايفينه ده. اللاترال برانش ده هيمشي اهو زي ما انتم شايفين، وهذا اللاترال برانش ده هينتهي انه يغذي السكن اللي موجود في الادجسنت بارت اللي هو في المنطقه الصغيره اللي انا بشاور عليها دي، هيطلع منه البرانشين اللي انتم شايفينهم دول، يغذوا الادجسنت بارت اللي ما بين الفيرست والسكند توز اللي هو الكليفت اللي بين اللي بينهم، يعني اللي احنا بنسميه فيرست انتر ديجيتال كليفت، اسمه فيرست انتر ديجيتال كليفت. ده بالنسبه للانتيريو تيبيال نيرف. تعالوا برضو نشوف القصه بتاعته ايه. القصه بتاعته هيدي هيدي اول حاجه من البرانشز بتاعته المهمه جدا، اداني المسلز بتاعت الانتيرو كومبارتمنت كله، يعني غزال الان غزال تيبيالس انتيرو، غزال اكسنسور هاليس لونجاس، غزال اكسنسور ديجيتورم، وغزال كمان البرنيس تورشس، ودول في الاول. وكمان اللاترال برانش بتاعه اللي لسه قايل حالا اللي عن طريق جانجلون او سودو جانجلون هينتهي في عضله اسمها الاكسنسور ديجيتورم بريفيس يغذيها. يبقى ادي خمسه موسلز بيغذيها هذا الايه النير. بعد كده هيدي ارتيكولر للانكل جوينت والتارسال جوينتس والتارسو ميتاتارسال جوينتس، وهيغذي كوتينيوس او سنسوري للسكان. هيغذي ايه؟ هيغذي الجزء اللي انا بشاور عليه اللي انا قلت عليه من شويه، هيطلع من هنا ويغذي المنطقتين دول اللي احنا قلنا عليه الفيرست انتر ديجيتال كلافت او الكليفت اللي بين الصباعين الاول والثاني. يبقى المنطقه الصغيره دي هتتغذى منين؟ من هذا الارض. اللهم يعني الانتيريو تيبيال ما غذاش غير الحته دي؟ ما غذاش الحته دي. هنتكلم على الكلام ده دلوقتي لما ناخد الدورسم اوف ذا فوت، هنتكلم على الصوره دي مره ثانيه عشان نقول كل الدورسم بياخد بيتغذى ازاي سنسوري. نشوف بقى الارتري ده سوري النيرف ده برضو هنتكلم عليه كفيديو برضو نشوف الدنيا موضحه ازاي. ادي الكومن برونيال نيرف قدامنا، الكومن برونيال نيرف هيتقسم الى زي ما احنا شايفين سوبرفيشال برونيال وديب برونيال. واضح؟ السوبرفيشال برونيال اللي هو بيمشي لاترالي على مع تحت العضله دي اللي هي البرونياس لونجاس ماسل، ويروح يغذي البرونياس لونجاس وهيغذي البرونياس بريفيس والترشس بتاعت النهارده، يعني هو غذى اللونجاس اهي وادي البريفيس، وهيغذي كمان البرونياس ترشس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. بكره هنتكلم على البرونياس لونجاس اند بريفيس ان شاء الله. الديب برونيال هيعدي الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين اهو، ويعدي ديب للماسل سنسوتوره، هفتحها كده هلاقيه ماشي في الجروف اهو، ماشي مع الارتري ويديسند داونورز ماشي، وبعد كده هيظهر بعد كده تحت، هيعدي تحت السوبيريو اكسنسور ريتيناكولم، وبعد كده يعدي من تحت الايه انفيريور اكسنسور ريتيناكولم، ادي الريتيناكولم اهي عدى تحتيها ماشي، ويغذي بقى العضلات اللي هيغذيها زي ما اتفقنا. الديب برونيال نيرف هيغذي لي ايه؟ هيغذي لي تيبياليس انتيرو اكسنسور هاليسوس لونجاس اكسنسور ديجيتورم لونجاس امبرونياس تيوشس ماسل، بالاضافه طبعا الى الاكسنسور ديجيتورم بريفيس. محترم اكيد تعبتوا طبعا فيه. هسيبكوا دقايق كده تفكوا شويه، نبتدي نستريح ناخد نفسنا، فبليز تيك يور بريث. رجعت لكم مره ثانيه عشان ناخد البارت 2 او الجزء الثاني من المحاضره او السبجكت الثاني في المحاضره اللي هو الدورسم اوف ذا فوت. دورسم اوف ذا فوت يعني انتوا عارفين الفوت الجزء العلوي من الفوت بنسميه دورسم، بينما بطن الرجل بنسميه سول اوف ذا فوت، وده هيبقى له موضوع لوحده، هناخد حاجه اسمها سول اوف ذا فوت بعد ما نخلص الليج. انما احنا دايما ناخد الدورسم مع الايه؟ مع الليج، على اساس ان هو جزء بسيط ما بقاش فيه كلام كتير. بناخده دايما مع الانتيريور كومبارتمنت، انما السول بناخده بعد ما بنخلص الايه؟ البوستيريور كومبارتمنت. طيب هنتكلم بقى ايه في الدورسم اوف ذا فوت ده؟ اول حاجه نتكلم على السنسور انرفيشن. السنسور انرفيشن اوف الدورسم زي ما احنا شايفين الدورسم اوف ذا فوت الالوان دي بتقول ان كل لون هياخد نيرف لوحده. اول حاجه نعرف نقطه صغيره قوي، ان المين سنسور انرفيشن دورسم اوف ذا فوت هو السوبرفيشال بيرينيال نيرف. سوبرفيشال بيرينيال نيرف اللي هو الاسم الثاني بتاعه اسمه ماسكول كوتينيوس نيرف، اللي انا قلت لكم هيغذي البرونياس لونجاس والبرونياس بريفيس، يعني اللاترال جروب او الايفيرتورز بمعنى اصح. وبعد كده هو اسمه بنسميه ماسكول كوتينيوس انه بيغذي العضلات دي، وبعد كده يعمل بيرسنج للديب فاشيا يبقى سبكوتينيوس عشان يغذي
اللور بارت اوف ذا ليج وهيغذي معانا الدورسم اوف ذا فوت. الدورسم اوف ذا فوت بيغذي منطقه محترمه في الدورسم اوف ذا فوت اهي زي ما انتم شايفين، تقريبا اغلب الدورسم اوف ذا فوت الجزء اللي هو الوردي ده هتاخد كل المنطقه دي، يعني هو تقريبا بيغذي معظم الدورسم اوف ذا فوت ما عدا المناطق الكليفت ده اللي هيتغذى بيه بالانتيريور تيبيال نيرف اللي اتكلمنا عليه من شويه، ما عدا الجزء اللاترال بوردر ده ماشي اللي هيتغذى بيه الشورال نيرف زي ما هنشوف، وما عدا الجزء الاخضر ده حي. طب ايه الاخضر والاصفر ده نقولهم دلوقتي حالا. يبقى اول حاجه نقول هيغذي اغلب الايه الدورسم اوف ذا فوت، وهياخد كمان الميديال مارجن اوف ذا جريد 2 او البيك 2، شايفين البيك 2 هنا واخد الجزء ده، بينما الشورال نيرف اهو الشورال نيرف ده هيغذي لي اللاترال بوردر او اللاترال مارجن اوف ذا دورسم اوف ذا فوت، وهياخد كمان معاه اللاترال مارجن اوف ذا ليتل 2 ماشي، يعني خد كمان الصباع الصغير معاه، فده اسمه شورال نيرف. الديب برينيال نيرف اللي شرحته من شويه قلت لكم هيغذي الايه الكليفت اللي بين الصباعين دول اللي احنا سميناه انتر ديجيتال ايه كليفت، اول واحد اللي هو الفيرست يعني فيرست انتر ديجيتال كليفت، هيغذي لي المنطقه الصغيره دي. يفضل عندي بقى الجزء الجرينيش ده، الجزء ده اللي هو الميديال سير بارت بتاع الليج مع الميديال اسبيكت اوف ذا دورسوم اوف ذا فوت، بس مش هيكمل الصباع الكبير زي الصباع الصغير هنا، لا ده هيقف هنا عند الايه ده هيقف لغايه الهيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال بون، يبقى هيسبلاي الميديال مارجن اوف ذا دورسوم اوف ذا فوت اب تو ذا هيد اوف ذا فيرست ميتاتارسال بون، يعني واقف لغايه هنا. يبقى ده اول حاجه خدنا فكره عن ايه هي الدورسوم اوف ذا فوت كاز ريجارد ذا سنسوري انرفيشن. طيب بعد السنسور انرفيشن ايه اللي هشوفه تاني؟ بعد السنسور انرفيشن نشوف هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ايه الماسلز الموجوده في هذا الدورسوم ذا فوت، وفي ماسلز كتير قوي كده هي في الحقيقه هي ما فيش غير ماسل واحده، بس في ماسلز معديه اتكلمنا عليها كلها النهارده، فاقدر اقول ان الماسلز بقسمها الى اكسترنسك تندون جاي من بره يعني جاي من الليج ومعدي على الدورسوم، اللي هم الاربعه اللي اتكلمنا عليهم النهارده اللي هم التيبياليز انتيرير قدامكم اهو، وبعد كده الاكسنسور هاليسوس لونجس سنسور ديجيتورم لونجس والبيرونيس تورشس. تحت الاكسنسور ديجيتورم لونجس لو شلتها هلاقي العضله الحمراء اللي تحت دي اهي باينه من هنا اهي، دي بقى هي انترنسك الماسل الوحيده اللي موجوده، ودي هيسمى اكسنسور ديجيتورم بريفز لان الماسل دي صغير او اقصر من الثانيه، ودي واضحه جدا الماسل دي بتبقى موجوده. ده اللاترال ماليولس، لو احنا نزلنا تحت اللاترال ماليولس هنلاقي الحب بتبقى دايما عامله زي ايه زي انتفاخه كده في رجلينا، بالذات لو انا عامل دورس فليكشن. اوكي اعملوا كلكم دورس فليكشن كامل وبعدين حاول تحرك صباعك لفوق هتلاقي هي بتحرك الصباع وبتورم كده يتهالك ان زي ما يكون ايه الجزء ده وارم. يبقى دي العضلات اللي احنا المفروض هنشوفها في الدورسم، اتكلمنا على كل العضلات دي ما عدا العضله اللي تحت اللي هي الاكسنسور ديجيتورم بريفز. طب ما تخلونا نعرف. طيب نتكلم بقى على الماسل بتاعتنا بتاعت الجزئيه بتاعت الدورسم اللي هي بنسميها اكسنسور ايه ديجيتورم بريفز. في الحقيقه الماسل ديت سهله برضو، هي بتبقى شكلها فان شيد. الماسل دي بتطلع من النون ارتيكولار بارت اللي موجود او اللي احنا بنقول عليه انتيرور بارت اوف ذا سبيرو سيرفيس اوف ذا كالكينيوس في المكان ده، ودي عظمه الكالكينيوس اهي من ضمن التارسال بون، والعضله بتبقى فاننج وبعد كده تحول الى اربعه تندونز. الاربعه تندونز دول دي طبعا مهمين جدا، خدوا بالكم هتلاقوا الاربعه تندونز دول مش رايحين لللاترال زي ما قلنا في الاكسنسور ديجيتورم لونجس قلنا رايحين لللاترال فور توس، لا ده هنا وكان الاكسنسور هالوسوس رايح له رايح ملاك للبيك 2، لا هنا بقى في البريفز البيك 2 هيروح له واللي مش هيروح له الليتل 2، فبالتالي انا هقول عليهم رايحين لمين؟ رايحين للايه؟ رايحين للميديال فور توس. الميديال فور توس دول لا هتلاحظوا ان ده لوحده ساعات نسميه اللي هو اللي رايح للبيك 2 هنا ساعات نسميه اكسنسور هالوسوس بريفز، ساعات احنا نسميه لوحده اكسنسور ايه يبقى نسليب الميديال دي خالص الموست ميديال 1 ساعات بنسميها اكسنسور هالوسوس بريفز، ودي بتبقى انسيرتد في البروكسيمال فالينكس اوف ذا بيك 2. بينما الثلاثه دول هيروحوا بقى لحاجه بنسميها اكسنسور اكسبانشن. هقول مره ثانيه نشاور بقى بالمؤشر عشان ما كانش شغال، بنقول ان الاكسنسور ديجيتورم بريفز طالع منين؟ هتطلع من الانتيرور بارت اوف ذا سوبيرو سيرفيس اوف ذا كالكينيوس بون، الجزء اللي هو النان ارتيكولار بارت. الانسيرشن العضله بتبقى فاننج وبتكون بتحول الى اربعه تندونز ماشي، الاربعه تندونز دول او الاربعه سليبس دول
فيهم سليب ميديال هتروح ماسكه في الصباع الكبير زي ما اتفقنا. الاربعه رايحين فين؟ رايحين للاربعه ميديال توس. ذا موست ميديال وان اللي احنا شايفينه ده اللي رايح للصباع الكبير بنسميه ساعه نطلق عليه اكسنسور هالسوس بريفز، وده هيروح يمسك هنا في البيز اوف ذا ميدل فالنكس، بينما الثلاثه التانيين هيمسكوا هنا مع الاكسنسور اكسبانشن اللي مرايح للصباع رقم 2 و3 و4. وزي ما قلت لكم عملت كل شويه نقول اكسنسور اكسبانشن هنتكلم عليها حالا ونفهم يعني ايه اكسنسور اكسبانشن. بعديها كده اقول النيرف سبلاي بتاع دي قلناه لسه قايلينه من شويه لما خدنا البرانش اوف ذا انتيريور تيبيال نيرف، قلنا اللاترال تيرمينال ديفيجن بتاعه او اللاترال تيرمينال برانش بتاعه بينتهي تحت الماسل بحاجه اسمها سودو جانجلون عشان يغذي بعد كده الماسل. الاكشن هتعمل اكستنشن للميديال فورتوس بالذات لما تكون عامل فولي دارس فليكشن للفوت، يعني لو احنا عاملين فولي دارس فليكشن للفوت وحبيت احرك صابعي هي بتبتدي بقى تعمل اكستنشن لها للاربع صابع الميديال وتديني الايه الاكشن بتاعها. طيب انا كده اتكلمت على اكستنسور ديجيتورم بريفز، هاخد بقى معلومه سريعه فاضل لي حاجتين اتكلم عليهم، اتكلم بقى على اكستنسور اكسبانشن ده اخد فكره سريعه عنه، واتكلم على الارتر المهم هنا اللي هو الدورسالس بيديس ارتري. نتكلم دلوقتي هنتكلم على الاكستنسور اكسبانشن، اديني فكره بس صغيره عن الاكستنسور اكسبانشن. حاضر، بسيطه قوي. الاكستنسور اكسبانشن ده اول حاجه بيبقى موجود على مكانه فين، ادور عليه الاقيه في المكان ده، هو عباره عن زي ديب فاشيا ثيكنينج من ديب فاشيا كده بيمسك فيه التندون، بيمسك فيه الايه التندون وبعد كده يخرج منه سليبس تمسك في البون، فهو كانه بالظبط نقطه تجميع، نقطه ايه تجميع للتندون بدل ما كل واحد يروح يمسك بيمسك فيه. هو موجود هنا على الدورسم اوف ذا بروكسيمال فالنكس بتاع كل تو، وبعد كده هيبيتكون بيجي له خمسه تندونز ماسكين فيه. هنلاقي ايه؟ هنلاقي التندون اوف ذا اكستنسور ديجيتورم لونجس اللي خدناه اول عضله اهي، ادي اكستنسور ديجيتورم لونجس اهي واضحه رقم واحد دي، وبعد كده يجي لها التندون اوف ذا اكستنسور ديجيتورم بريفز اللي لسه قايلها حالا اهو، ادي التندون بتاعها ادي اتنين، وبعد كده التندون اوف وان اوف ذا لومبريكالز ماسل، في عندي عضلات في هناخدها في سلوف ذا فوت اسمها لومبريكال وفي عضله اسمها انتر اوسياي، هو واحده من اللومبريكال بيمسكوا فيه فادي واحده من اللومبريكال اهي، وبعد كده اتنين انتر اوسياي ادي واحد ادي اتنين، يبقى ادي خمسه تندونز يمسكوا يعملوا لي الايه الاكستنسور اكسبانشن. الاكستنسور اكسبانشن ده هيطلع منه ثلاثه سليبس يا شباب، اول سليب الميدل سلاب دي هتروح تمسك في الميدل فالنكس يعني في البيز اوف ذا ميدل فالنكس طبعا من ناحيه الدورسم، وبعد كده يطلع منه ثلاثه اثنين لاترال يعني من الثلاثه دول واحد ميدل واثنين كولاترال هم واحد كده وواحد كده، دول يتجمعوا مع بعض ويمسكوا في البيز او البروكسيمال بارت اوف ذا بيز اوف ذا ديستال فالنكس في الديستال ايه او التيرمينال فالنكس زي ما بنسميه. تمام، يبقى انا كده هل كل الصوابع بقى بيجي لها خمسه؟ لا، اولنا البيكتو ملوش اكسبانشن تمام، عشان كده هو حر الحركه، اكتر واحد فيهم حر بيتحرك لوحده، انما الاربع صوابع التانيين بيتحركوا مع بعض ما ينفعش يتحرك كل واحد لوحده. طب الاكسبرسو اكسبانشن بقى بتاع الليتل تو في اكسبشن شويه، يعني الثاني والثالث والرابع زي بعض، انما الخامس اللي هو الصباع الصغير او الليتل تو بيجي له ثلاثه مش خمسه. انا لسه قايل دلوقتي منهم ان الاكسنسور ديجيتورم بريفز ما بتمسكش فيه، يبقى اول واحده اكسكلود ده اهي اللي هي رقم اتنين هشيلها منهم، يبقى لونجس ماشي اوكي، بريفز لا مش موجوده، لومبريكال موجوده، طب ايه اللي ناقص تاني؟ بدل ما في اتنين انتر اوسيس هتبقى واحده بس انتر اوسيس اللي هتمسك فيه، دول التلاته اللي ماسكين، يبقى الليتل تو حاله خاصه هيمسك فيه تلاته مصل مش خمسه. طيب يفضل عندي يا شباب اخر حاجه بقى هنتكلم على الدورسالس بيدس ارتري. الدورسالس بيدس ارتري معلومتين صغيرين بس عنه، احنا لسه مكلمين على الانتيريور تيبيال ارتري وقلنا انه بيجي عند الانكل هنا وينتهي، يبقى هو عباره عن ايه الدورسالس بيدس؟ ذا دايركت كونتينويشن اوف ذا انتيريور تيبيال ارتري ان ذا فرونت اوف ذا انكل، بيعدي فورورد along the medial side of the dorsum of the foot وبعد كده يمشي لغايه ما يوصل proximal end of the inter metatarsal space، اول واحد في الانتر metatarsal space اهو يعني هنا ماشي في المكان ده، يبقى الفيرست انتر metatarsal space اللي هو معدي فيه ده زي جروف بيمشي فيه وبعد كده يدخل يعمل dipping بين التو هيدز بتوع المصل اللي قدامكم دي اللي هي الفيرست dorsal inter osseous muscle، ولما بيعمل dipping يدخل جوه اهو زي ما شايفين يعني هيخرمها ويعدي من جوه ويظهر بعد كده في السول اوف ذا فوت ويعمل اناستموزز مع اللاترال بلانتر ارتري
زي ما هنشوف بعد كده في السول اوف ذا هود لما نيجي نتكلم على اللاترال بلانتال ارتري وهنشوف الارش اللي بيعمله. الكلام ده هيبقى ليتر اون ان شاء الله. البرانشز بتاعه الارتري ده هو نازل. طب هيديني ايه؟ هيديني لاترال تارسال ارتري اهو، وهيديني الناحيه الثانيه ميديال تارسال ارتري، وبعد كده هيديني الارتري اسمه اركوت ارتري. شايفينه ده اسمه اركوت، ارك يعني عامل زي الارش، فادي اسمه اركوت ارتري. يطلع منه 3 ارتريز، الاركوت ارتري ده هيطلع منه 3 ميتاتارسال ارتريز. ادي 1 2 3 ادي 3 ميتاتارسال ارتريز. 3 ميتاتارسال ارتريز دول هيروحوا يغذوا ايه؟ هيغذوا 3 صوابع ونص. ازاي؟ ادي واحد فيهم اهو، بصوا لاحظوا، هيدي الادجاسنت ايه بوردرز او سايدز اوف ذيس تو توز، تمام؟ يعني ادى نص التاني، وبعد اللي بعده هيدي ده وده، واللي بعده هيدي ده وده، ويغذي كمان اللاترال اسبكت اوف ذا ليتل تو. يبقى كاني غذيت الليتل تو كله، ادي واحد، والصبع ده ادي اتنين، وده ثلاثه ونص، رقم اتنين يبقى ثلاثه ونص. يفضل عندي صباع ونص، ياخده منين؟ هياخده من البرانش اللي بعد كده اللي هو اسمه فيرست دورسال ميتاتارسال ارتري. يبقى ده اسمه فيرست دورسال ميتاتارسال ارتري. يطلع الفيرست دورسال ميتاتارسال ارتري يعمل ايه؟ هيدي واحد يغذي الكليفت اللي بين الاثنين دول، ويدي واحد يغذي الميدل اسبيكت اوف ذا او الميدل سايد اوف ذا بيك تو، تمام؟ يبقى كده اقدر اقول ان الارتري ده اولا له اهميه كبيره جدا. الارتري ده الدورسال سبيس ارتري، الناس اللي عندهم سكر او الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين ممكن بستخدمه كبالس. في حاجه اسمها دورسال سبيس بالس، بحط ايه صباعي ما بين الصباع الكبير والصباع اللي بعده على طول، اللي هو الانتر ديجيتال ايه فورو او اللي انا بقول لكم عليه ده، بحط ايه صباعنا فيه واقدر احس الارتري مستريح جدا، والبالس بتاعه بيهمني قوي عشان لو واحد كان عنده اي مشكله اقدر اشوفها بدري ان شاء الله، بالذات الناس اللي عندهم مشاكل ايه فاسكولار. طيب ده بالنسبه للارتري المهمه عندنا اللي هو الدورسالز فيتس ارتري. يبقى كده خلصنا موضوع مهم جدا اللي هو دورسم اوف ذا فود. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على لغايه دلوقتي اتكلمنا على موضوعين. الموضوع الاول اتكلمنا فيه على الانتير كومبارتمنت، اتكلمنا في الانتير كومبارتمنت على المسلز، واربعه مسل اتكلمنا عليهم اللي هم التفاليز انتيرور اكسنسور هاليسوس لونجاس اكسنسور ديجيتورام لونجاس اند برونياس تيرشوس. اتكلمنا على انتيرور تيبيال ارتري، اتكلمنا على انتيرور تيبيال نيرف. بعد كده اتكلمنا على دورسم اوف ذا فوت، اتكلمنا على السنسور انيرفيشن، وبعد كده اتكلمنا على المسل اللي موجوده فيها اللي هي الاكسنسور ديجيتورام بريفز، وبعد كده اتكلمنا على الارتري اللي ريليتد للمكان ده اللي هو دورسالس بيدس ارتري. يتبقى لينا بقى الجزء الاخير من المحاضره اللي هو الريتيناكولا عشان نفهم يعني ايه ريتيناكولا. الريتيناكولا اللي موجوده في الانكل جوينت هنا او عند الانكل بمعنى اصح هي عباره عن ايه؟ اما اقول ريتيناكولا او جمع، ادي الجمع ومفردها ريتيناكولم. الريتيناكولم هي عباره عن ايه؟ الريتيناكولم هي عباره عن سيكننج في الديب فاشيا، سيكننج في الديب فاشيا، خلاص؟ السيكننج ده اولا بيسموها ريتيناكولا ليه؟ لان هي بتحافظ على التندونز ان او بتساعد التندونز ان هي تريتين اراوند ذا انكل ان بليس. يعني ايه ان بليس؟ يعني بتخليها في مكانها. يعني التندون ده لو انا بحرك بعمل دورس فليكشن او بلانت فليكشن ممكن اي تندون من دول يحصل له بوست ترينجنج يعني يقوس، فطبعا هو بيبريفنت زير بو سترينجنج ديورينج ذا موفمنت اوف ذا فوت، بتمنع ان هذه التندون الطويله تقوس تيجي يمين تيجي شمال تطلع لبره. فطبعا الكلام ده ما بيحصلش لان كل واحده فيهم ماشيه في طانل ومتثبته كويس قوي. يبقى الريتيناكولا دي مهمه جدا وهقول الفانكشن بتاعها حالا تاني بعد شويه. طيب توتالس كده احنا طبعا النهارده احنا ديلينج مع الانتير كومبارتمنت. في اتنين ريتيناكولا هعمل كل شويه توشكم بيهم اللي هم السوبيريور اكسنسور ريتيناكولا والانفيريور. طب في تاني؟ يبقى اما اتكلم على كل الريتيناكولا موجوده حوالين الانكل هم خمسه. اول واحد اهو فوق اهو اللي فوق دي السوبيريور اكسنسور ريتيناكولا، وتحتيها هنا الانفيريور اكسنسور ريتيناكولا، ودول هنتكلم عليهم حالا بالتفصيل شويه عشان هم تبع الايه الكومبارتمنت اللي انا بتكلم عليه. انما في عندي بقى في اللاترال اسبكت هنا مع البرونياس لونج والسوبريفز اللي هنتكلم عليهم في محاضره بكره ان شاء الله، هلاقي في اتنين اهو، واحده سوبيريور واحده انفيريور برونيال او فيبولار ريتيناكولا. يبقى في سوبيريور برونيال ريتيناكولا وساعات يسموها فيبولار ريتيناكولا، والتانيه انفيريور برونيال ريتيناكولا.
يبقى 4. يفضل عندي واحده 5 بقى، الف الرجل كده ناحيه الميديال سايد هنا، هلاقي الفليكسور جروب اللي هم البوستيرور كومبارتمنت هم نازلين بيعدوا منها. دي بسميها فليكسور ريتينكل. يبقى احنا النهارده هنتكلم على اول اثنين، المحاضره بتاعت بكره هنتكلم على 3 و4، محاضره بعد بكره هنتكلم على رقم 5. خلونا ناخد فكره بقى عن بتاعتنا النهارده اللي هي اللي احنا بنقول عليها ايه يا شباب، اللي هي السنسور ريتينكل. ناخد فكره يعني ايه بقى شكل الريتينكلا دي، عشان اما اشوفها لايف عمري ما هنساها، عمري ما هنسى شكلها ابدا. لاحظوا ادي اللي بتشاور عليها، دي السوبيريور اكسنسور ريتينكلا اهي، ودي الانفيريور اكسنسور ريتينكلا. شايفين الشكل جميل ازاي، شكل دي السكنينج دي فاشيه باين قوي ازاي. يبقى دي السوبيريور اهي مره ثانيه، ودي الانفيريور باينه طبعا اهي الفاشيه اهي، ودي طبعا ليه دي فاشيه كلها على بعضها. هي بيحصل في المكان ده سيكنينج، ويمر بالايه التندون في تانلز كده عشان ايه تبقى محكومه. على اللاترال اسبكت هنا برضو هلاقي في البرونيال اللي لسه بقول لكم عليها، اللي هي السوبيرو انفيرو برونيال ريتينيكلم اهو، بتبقى معديه تحتها البرونياس لونجس اهو شكل مصل. ولو لفيت بقى رجلي الناحيه الثانيه هلاقي في الميديال اسبكت هنا، هلاقي البوستيرو جروب اللي جايين من ورا دول بيروح معديين كده ويمشوا هنا تحت حاجه هنا قدامكم دي اسمها فليكسور ريتينيكل. دي الريتينيكلا ان جنرال اللي انا شرحتها، بس كده تخيلنا شكل الريتينيكلا عمر ما هنساه. كده تخيلنا شكل الايه، شايفين التانلز الموجوده في الفليكسور اهي، شايفين الدوائر دي كل واحده ماشيه فيها ماسلز، فطبعا تخيلوا قد ايه التندون بيبقى محكوم. طيب نروح بقى لل بتاعه النهارده، او اللي يهمنا النهارده ايه اللي نعرفه. يهمنا النهارده اعرف بقى الاثنين ريتينيكلا بتوعنا بتوع النهارده، اللي هم السوبيريور اكسنسور ريتينيكلم والانفيريور اكسنسور ريتينيكلم. طب اعرف فيهم ايه؟ بعرف في كل واحده فيهم الاتاتشمنت، واعرف ايه الاستراكشرز اللي معديه. يبقى مطلوب مني اعرف الاتاتشمنت واعرف ايه الاستراكشرز، والفانكشن بتاعها طبعا مهم جدا. نشوف الاتاتشمنت الاول مع الفانكشن، بعد كده نشوف الاستراكشرز اللي معديه. اولا ديفينيشن بتاعها بقى، نمسك اول واحده اللي فوق اهي، اللي فوق اللي انا بشاور عليها دي، دي السوبيريور اكسنسور ريتينيكلم، ودي عباره عن سكند باند اوف دي فاشيا، موجود عند اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا ليج، يعني هي موجوده عند اخر جزء في الليج. تمام، يبقى ادي الديفينيشن. تقريبا الويدنس بتاعها، الويدز بتاعها بيكون حوالي تقريبا 1 انش او اكتر حاجه بسيطه. ماسكه ميديال في ايه وماسكه لاترال في ايه. ميديال هنا ماسكه في الانتير بوردر اوف ذا تيبيا عند اللور بارت بتاعها، يعني ادي التيبيا، الانتير بوردر اوف ذا تيبيا اخر حاجه في الانتير بوردر اوف ذا تيبيا، يعني اللور بارت اوف ذا انتير بوردر of the tibia هتمسك ميديالي وتمشي بالعرض عشان تمسك في الفيبولا. ما هو ادي عظمه هنا وعظمه هنا، هتمسك فين تاني؟ يبقى لاترال هنا هتمسك فين؟ في الفيبولا. الفيبولا في اللور اند بتاعتها بلاقي في عندي حاجه اسمها حاجه مثلثه كده اسمها تراينجولار اريا، بتبقى سبكوتينيس، بنقول عليها تراينجولار سبكوتينيس اريا. هي بقى بتروح ماسكه فين؟ هتمسك في الانتير مارجن بتاع هذه التراينجولار اريا اللي موجوده في اللور اي بارت اوف ذا شافت اوف ذا فيبولا. يبقى ده الـ attachment of the superior extensor retinaculum. طيب ايه بقى الـ inferior extensor retinaculum ده؟ ايه الـ attachment؟ بتمسك ازاي؟ في الـ inferior extensor retinaculum هي شكلها بقى مش زي اللي فوق، لا دي شكلها واي شيب، شكلها ايه؟ واي شيب، يعني ليها ستيم اهو موجود ناحيه اللاترال، وبعد كده يتقسم اتنين، upper band و lower band، يبقى ليها upper band وليها ايه؟ lower ايه؟ band. طيب يبقى هي نمسك اول حاجه فيها الستيم ماسك ازاي. الستيم اهو موجود هنا، الستيم موجود ناحيه اللاترال اسبكت، وده ماسك في الانتيرو بارت اوف ذا سوبيريور سيرفيس اوف ذا كالكينيوس. المكان ده كانت ماسكه فيه اي 1 زي ما انت قلت كده، كان اللي طالع منه لسه قايلين ماسل طالع منه ده الاكسنسور ديجيتورام بريفز، الاكسنسور ديجيتورام بريفز طالع من نفس المكان ده. تمام، يبقى هادي الهيل الستيم. بعد كده الستيم له ابر باند، الابر باند هيروح يمسك فين؟ الابر باند، الابر باند هيمسك في الانتيرو مارجن اوف ذا ميديال ماليولوس، دي الميديال ماليولوس اللي بشاور عليها دي، هي ماسكه في الانتيرو بوردر او مارجن اوف ذا ميديال ماليولوس. طيب واللور باند؟ اللور باند مش هيمسك في عظم، ولكن هيمشي وهيبقى يدوب ويبقى فيوزد مع الديب فاشيا اللي موجوده في الميديال بوردر اوف ذا فوت. يبقى هنا راحت بقت فيوزد مع الديب فاشيا. يبقى كده ده الاتاشمنت. طيب اهميه هذه الريتيناكلو ايه؟ زي ما قلت من شويه، اول حاجه واهم حاجه انها كيب ذا ستراكشر اللي موجوده في الانتيرو كومبارتمنت بتاعتنا. احنا طبعا بنتكلم على هذه الريتينيكولا، بتبقى موجوده ان بوزيشن وثابته في مكانها،
وتمنع التندون ان يحصل له سبرينجنج ميديالي. يعني لما تيجي الواحد مثلا بيعمل ايه انفيرجن للفوت، لو انا بعمل انفيرجن للفوت عملت كده هلاقي التندون خرجت لبره ناحيه الميديال اسبكت، الكلام ده ما بيحصلش وتقوس الكلام ده، فهي ما بتحصلش. عشان كده ان ذيس بوزيشن بقى ذير از ماركت انجوليشن اوف ذا تندون اوف ذا اكستنسور هالس لونجست ات ذا انكل. دي لان الـ هنا في المكان ده اللي بيبقى فيه ماركت انجوليشن. يعني ايه ماركت انجوليشن؟ يعني التندون بتاع الاكستنسور هالس لونجست ده بتحس انه برضو ايه عامل انجل شويه او يعني خارج بارز شويه. ده بالنسبه للاكستنسور هالس. طب ايه بقى اللي فاضل اللي فيها؟ فاضل اللي فيها اعرف ايه الاستراكشرز اللي معديه. طب ما انا قلتها اربعه ماسل وارترونير، فنقول ايه تاني؟ طب تعالوا نقولهم بس ترتيبهم ماشي ازاي، ودي هتكون اخر حاجه. معلش طولت عليكم، هتبقى العمليه بسيطه دلوقتي. عشان اقولهم من الميديا لللاترال يبقى انا هرتبهم بنفس الترتيب. اول حاجه اهي من الميديا لللاترال، اول حاجه تيبيالس انتيرور ميديالي اول حاجه، بعديها الاكسنسور هاليسوس لونجس، بعديها الانتيرور تيبيال ارتري، بعديها الانتيرو تيبيال نيرف، بعدها الاكسنسو ديجتورم لونجس، بعدها البرونيال ستيرشز. هذا الترتيب مهم جدا، هذا الترتيب مهم ايه جدا ما ننساهوش. يبقى التيبيالز انتيرو، بعد كده الاكسنسور هاليسوس لونجس، بعديها الانتيرو تيبيال ارتري او فيسلز يعني، وبعد كده الانتيرو تيبيال نيرف والاكسنسو ديجتورم لونجس اند برونيال ستيرشز. بعد كده ادي ست حاجات. ولو لاحظنا هنا هنلاقي التيبيالز انتيرو هي نازله بتعدي جوه الايه السوبيرور اكسنسور ريتيناكل جواها. عشان كده شوفوا في الرسمه دي تبين لك اهو، لو احنا خدناها بالعرض كده هتبان هي كانها ماشيه جوه، انما الباقيين كلهم ماشيين ايه تحتيها. ونفس الكلام في الانفير اكسنسور ريتيناكل اهو، حالات تيبيالز انتيرو برده معديه جواها، وكمان الاكسنسور هالس لونجس بعد كده هتروح معديه من تحت، وبعد كده تعدي جوه مين والابر باند اوف ذا انفير اكسنسور ريتيناكل. وعشان ما انساهاش انا، عشان ما انساش الكلام ده كله، ها هلاقي طبعا في هنا معلومه صغيره بس، ان الديب للانفيركسنسور ريتيناكولم الارنجمنت ستراكشر هبدله، بس بدل هو نفس الترتيب بس هشيل كلمه انتيرور تيبيال فيسلز او ارتري احط بداله الدورسالس فينس. طالما انا وصلت هنا ما اقولش على ده انتيرور تيبيال بقى، او اسميه على طول اسمه الجديد اللي هو الدورسالس فينس. طيب هنقول كلمه كده تلخص لنا الدنيا، نحفظهم يعني بيها تسهل لنا الحفظ. هنقول تامر has very nice dog and parrot، يعني تامر عنده ايه very nice ايه dog وبارت يعني بغبغان يعني. اول حرف هما زي ما انتم شايفين كده اهو، يبقى ده الترتيب من الميديا لاترال. الترتيب يهمني جدا، يبقى الترتيب تيبيالز انتيرو يبقى تي، هالوسز لونجس يبقى اتش، يبقى اتش يعني هالوسز لونجس، وبعد كده فيري اللي هو الفيسلز، وبعد كده نايس اللي هو النيرف، وبعد كده دي اللي هو الديشتورم، وبعد كده بي اللي هو البرينيس ترشز. يبقى ده الترتيب، ممكن احفظه بالكلمه دي سهل الدنيا. تمام. دي اللي انا بتكلم عليها اللي هي الايه الريتينيكلا او الاكسنسور ريتينيكلا. بكده يبقى الحمد لله خلصنا محاضره النهارده، وبرده ان كانت الى حد ما طويله برده ومواضيعها كتيره ودسمه، بس هتعوضها لكم في محاضره بكره. المحاضره اللي جايه ان شاء الله اللاتر كومبارتمنت هتبقى اقل من النص دي، فهيبقى تعويضها معلش، لان كنت ممكن اخلي الريتينيكلا اخليها، او طبعا نازله في الجدول اللاتر لوحدها، بس كان ممكن انا اخلي الريتيناكولم على الاقل مع اللاترال، بس كان لازم تفهموها النهارده عشان تفهموا الاكسنسو، فكان لازم اقولها في الاول. فهيفضل بس عندنا اللاترال كومبارتمنت، هيبقى بسيط قوي. هنتكلم على اثنين ماسل على نيرف كده والعمليه، وهنتكلم طبعا على البرونيال بقى الريتيناكولم اللي ريليتد ليها ان شاء الله. ف I hope that you have enjoyed with this presentation. I thank you for good listening and until we meet again with my best wishes. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا.